السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما بعد المنتصف، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية التلفزيونية الجزائري وتتابعون في أبرز ملفاته اليوم. في الملف الدولي، العدوان الصهيوني في يومه 23 بعد المئة، غارات عنيفة متواصلة تتركز على خان يوسف ودير البلح وسط ارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين في قطاع غزة. في قطاع السياحة، نستضيف مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية مستغانم للحديث عن عمل اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل على المشاريع وتحضيرات موسم الاصطياف بالولاية. برنامج ما بعد المنتصف يسلط الضوء على تسيير النفايات في الجزائر وتداعياته على التنمية المستدامة. ونختم بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف عند تفاصيل الاتفاقية المبرمة بين المدرسة العليا للصم والبكم بابن مسوس والفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين وأهمية الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي. مشاهدين، تفاصيل هذه المواضيع تتابعونها كاملة عقب النشرة المحلية مع زميلة صالحة محمد. من التلفزيون الجزائري النشرة المحلية، السلام عليكم. والمستهل من ولاية البليدة، حيث تواصل السلطات المحلية عملية ترحيل قاطني السكنات الهشة إلى سكنات جديدة، وهذا في إطار برنامج مخصص للقضاء على السكنات الهشة. وتحصي الولاية حوالي 15,000 وحدة سكنية من مختلف الصياغ، سيتم توزيعها ابتداء من شهر أفريل المقبل. المتابعة في الموضوع مع عبد الجبار بن يحيى. يوم جديد في البليدة، يستفيد فيه المواطنون من سكنات جديدة. يتفقد العم علي شقته هنا في ضواحي مزايا، حلمه في الاستفادة من سكن يتحقق اليوم. الله يحفظكم، والله ينصركم، والله إن شاء الله الله يعطيكم الخير على الخير، واسترتونا ربي يستركم إن شاء الله. الحمد لله بهذا السكنات، سمعتني؟ شكرا شكرا. والله يحفظنا ويحفظ بلادنا ورئيسنا وشعبها وأمتها قايتين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله، والله ينصر البلاد والعباد، والله ينجل يشدنا لبعضنا بعض. ضربك وبكيت، أنا ضربك وبكيت لخاطر من الفرحة. يمثل قطاع السكن الأولوية القصوى للدولة، تم إنشاء تجمعات سكنية وأقطاب جديدة يتم تسليمها قريبا بمختلف صيغ، يعني سكن اجتماعي إيجاري عادل تساهمي البيا. يعني تقريبا عندنا 15,000 سكن اللي راح إن شاء الله يكونوا واجدين في ولاية البليدة في 2024، وراح إن شاء الله تكون الفرحة واستفادات كبيرة هنا اللي راح تكون في هذه الولاية. الحصول على سكن لائق عبر صياغ مكيفة وموجهة هو التزام للدولة يتجسد إلى ولاية الأغواط، حيث استفادت ساكنة البوادي والمناطق النائية ببلدية سيدي مخلوف من عدة مشاريع تنموية، منها الطاقة الشمسية وحفر أبار ارتوازية لفائدة مربي المواشي وعمليات أخرى خصت السكن الريفي والنقل المدرسي والكهرباء الفلاحي. تفاصيل الموضوع مع فؤاد حماني. تجمعات ريفية ببلدية سيدي مخلوف تم ربطها بالطاقة الشمسية، ما يزيد عن 80 مستفيدا ببادية إقليم البلدية المترامية الأطراف أصبحوا في ظل هذه الطاقة البديلة خدمة كرسة استقرار هؤلاء الساكنة والحفاظ على مهنتهم في تربية المواشي. هذا البرنامج في توزيع هذه الأطقم يدخل ضمن المخطط البلدي للتنمية، إضافة إلى تهيئة عدة مسالك فلاحية على مسافة 20 كيلومتر ضمن صندوق تنمية الجنوب و8 كيلومترات مسالك ريفية ضمن برنامج ميزانية الدولة 2024. تم من مجهودات الدولة طاقة شمسية، البناء الريفي، نقل الأطفال،
كثر خير الدولة عطاتنا الريف البني الريف وخدمتنا الطريق وعطاتنا النقل المدرسي عطاتنا الدولة البني الريفي وعطاتنا الطاقة الشمسية وماهيش كافيتنا وعطاتنا النقل المدرسي راه يجيني هنا ويعقب حتى للدوار حتى للكاف والحمد لله جاتنا تريسيتي ان شاء الله راح تزيد في الانتاج ان شاء الله دوك جاتنا تريسيتي احنا السيقران تاعنا يكون هنا ما كنا كنا ضايعين كان عدوا وليدتنا عدنا وليدنا عدوا يقراوا هنا لك تريسيتي ما عدناش تريسيتي ما يقدرش يقراوا هنا. ومن أهم البرامج الفلاحية الهامة ربط 30 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية على مسافة 20 كيلومتر وضعها حيز الخدمة، كما استفادت 50 مستثمرة أخرى ضمن البرنامج الوزاري المركز بمشروع الربط الذي سيدخل في الخدمة قريبا. بموازاة هذه المشاريع الحيوية سخرت لتلاميذ المجمعات الريفية أزيد من 10 حافلات للنقل المدرسي. شكرا جبتوا لنا حافلة جديدة تدينا وتوصلنا، شكرا لكم جزيلا وشكرا للدولة. كنا نكرو غير في السيارات معناها ما نجيناش الحافلة، كنا غير نكرو سيارات ونجو فيها. دوكا ربي يحفظ الدولة حافلة مدرسية. كيفاش كانت الطريق؟ راهي كانت بكري تعبكم شوية الأولاد. ايه كان طريق مش مليحة كان. ودوكا لاباس. كان الحمد لله. مرة تروح نمشي مرة تدينا بها في المواطن. ودركا؟ أكد أن الناقل المدرسي. ومن جهة أخرى تم توزيع 67 إعانة في إطار البناء الريفي ضمن المناطق المبعثرة وغرس 20,000 شجرة، مشاريع تكرس العيش الكريم لساكنة المناطق الريفية بهذه البلدية. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع معنا فؤاد حماني من بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط. مساء الخير فؤاد. إذا نحن في منطقة عطية بن فرج. بن فرج، هذه المنطقة التي تشاهدون منطقة ريفية رعوية بامتياز في إقليم بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط. هذه المناطق تتواجد بها الكثير من المنازل ودور لأصحاب هذه المنطقة التي استفادوا مؤخرا بالطاقة الشمسية والعديد من المشاريع التنموية كالمسالك الريفية كالبناء الريفي. لإعطاء تفاصيل حول هذه المشاريع وهذه الخدمات التي مست هذه الفئة من الساكنة، نستضيف معنا سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيد مخلوف، السيد مخلوف سلام. شكرا سيدي الفاضل. وبحكم منطقة بلدية سيدي مخلوف منطقة رعوية فلاحية بامتياز، ومنذ تولينا رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مخلوف قمنا نحن رئيس بلدية سيدي مخلوف بمتابعة المناطق المبعثرة والمناطق المعزولة واللي هي مناطق الظل. أول حاجة بدينا بها قمنا بتجهيز أربع آبار بالطاقة الشمسية وبتجهيزات. عدنا البئر الأول واللي هو جاي في منطقة عطية بن فرج، البئر الثاني، البئر الأول هذا مستفاد منه حوالي 15 ولا 20 فلاح موال. عدنا البئر الثانية اللي هو في منطقة جبل الأزرق مستفادوا منه حوالي 25 موال، بئر عين بقرة اللي هو في الكاف الأزرق. وعدنا البئر الثالث اللي هو بئر الديلمي بمنطقة القلات. منطقة القلات هذه تبعد عن مقر البلدية بحوالي 65-70 كيلومتر، واللي هي منطقة معزولة ومصنفة في مناطق الظل. استفادت من تجهيز البئر بالطاقة الشمسية وبالتجهيز تاعه كامل، يستغلوا حوالي 15 فلاح. استفدنا ثاني من النقل المدرسي. اليوم احنا قبل ما نسجلوا العملية نجيبوا بيس للنقل المدرسي، أول حاجة نبدأ بالطريق. مؤخرا استفدنا من 8 كيلومتر تهيئة الطريق، هي طريق كانت مخدومة من ديكراتيا اللي كنا نشوفوا فيها ذركا، اليوم راه النقل المدرسي يروح لها. شكرا سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي مخلوف. ونذكر كذلك أن هناك مشاريع قطاعية عديدة جدا سنستمر مع مسؤولي هذه البلدية وهذه الدائرة لمتابعة هذه المشاريع، وسننقلها إن شاء الله فيما تخدم الساكنة وتخدم شباب هذه المنطقة. شكرا لك فؤاد حماني على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم.
وفي إطار مرافقة الدولة للمواطنين خاصة ما تعلق بقطاع السكن، تم ببلدية سطيل بولاية المغير وضع حيز الخدمة الشبكة الكهربائية للتخصيصات الاجتماعية 200 تجزئة. التفاصيل مع خالد بن جرينة. في إطار متابعة برامج التنمية المحلية على مستوى إقليم بلدية ولاية المغير، تم وضع حيز الخدمة الرابطة بالشبكة الكهربائية للتحصيص الاجتماعي 200 تجزئة على مستوى بلدية سطيل. عملية الربط بالكهرباء اعتبرها المستفيدون مشجعة لهم على مواصلة بناء تجزئاتهم والسكن بها مجرد انتهاء الأشغال بها. نعتبرها تشجيعا لاستكمال المشروع والمواطنين للقطون بهذا الحي. انطلاق شبكة الكهرباء إلى التحصيص رقم 200 التي فكت أزمة بالنسبة للشباب والسكان. الكهرباء هو عنصر هام جدا في البناء ولا في القطاع البناء هذا، بدون كهرباء يعني تنقص الوتيرة تاع الأخر، ويشجع الكهرباء تشجع السكان على البناء وعلى السكن. التجزئة الاجتماعية 200 حصة ببلدية سطيل، إضافة إلى انطلاق عملية ربطها بالشبكة الكهربائية، هي مدعمة بعدد من الشبكات الضرورية المختلفة. العملية جارية، تقريبا شبكات المياه صالحة للشرب وشبكات المياه المستعملة تقريبا متكفل بها، حاليا فيه 14 موقع اللي رايحين نزودوها كمرحلة أولى بالكهرباء وأيضا الغاز. تسجيل مثل هذه المشاريع التنموية بالمنطقة من شأنه المساهمة في تطوير وتحسين واقع المواطنين المعيشي. وللحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، شرعت شركة سون الغاز في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون، حيث سيتم توزيع العملية لتعمم في كل ولايات الوطن. المتابعة في الموضوع مع عمر خالدي. أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية غليزان على استعداد لمواصلة عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون للحد من حوادث الاختناق. اليوم رمجوا عندي جماعة سون الغاز، ركبوا لي ديديكتر وفهموني في الشغل تاعو واش يدير زعما الاحتياط كي تشعل الحمراء، معناتها فتح النوافذ. فهمونا كيفية الاستعمال تاعهم وكيكون مؤشرات الأحمر الإنسان يقوم بالتهوية وبإطفاء المدفاة وتهوية المنزل. العملية التي تنفذها مصالح شركة سون الغاز تتمثل في تزويد وتركيب جهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيت مجانا، وذلك بعد معاينة التركيبة الداخلية للزبون للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة. مصالح سون الغاز لولاية غليزان تحصي 222 ألف زبون معني بعملية تركيب الكواشف. هذه العملية انطلقت شهر ديسمبر الماضي ومستمرة إلى غاية تمكين جميع الزبائن من هذه الكواشف. فهم لهم على الجهاز كي يشتغل، من الإنذار النقطة الحمراء ولا الشعار تاعه، وثاني السينيال كي كان السينيال تقدر تسمعه من داخل الغرفة. مبادرة تستمر إلى غاية وضع أكبر عدد من الكواشف في البيوت، مع ضرورة غرس ثقافة وضع الكواشف عند المواطنين لسلامة أرواحهم. ختام الموعد الإخباري المحلي لنهار اليوم، في أمان الله. منبر للنقاش والتحليل، نبحث في خلفيات الأحداث ونستعرض التداعيات والآثار. مساحة للأخبار الهامة والملفات المهمة بحضور فاعلين ومختصين، نبحث في خفايا الملفات الراهنة. تحليل بالصوت والصورة لكل مستجد على الساحة الوطنية. نطرح انشغالات المواطن ونتحدث عن تطلعاته. في الواجهة بعين موضوعية
وبرؤية تحليلية. متابعة مسار العمل التنموي في كل ميادين الحياة اليومية للمواطن. في الواجهة معي أنا فايزة باشي عبر الثالثة الإخبارية لتلفزيون الجزائري. في الواجهة مع فايزة باشي الخميس في 6:56 على القناة الثالثة الإخبارية. أهلا بكم مجددا في برنامج ما بعد المنتصف. في ملف القضية الفلسطينية، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجزرة تلو الأخرى في قطاع غزة لليوم 123، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى. هذا وقال المكتب الإعلامي في غزة إن جيش الاحتلال قتل خلال 24 ساعة الماضية 30 شهيدا في منطقة دير البلح في الوقت الذي ادعى أنها منطقة آمنة. يأتي ذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الأطفال والنساء في قطاع غزة. للحديث عن مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الميدانية، يحضر معنا الباحث في الدراسات الاستراتيجية الدكتور نبيل كحلوش. أهلا وسهلا. شكرا أستاذة أسمع الاستضافة، مرحبا بكم، مرحبا كذلك بكل المشاهدين الكرام. إذن 23 يوما بعد 100 من العدوان الصهيوني، من القصف، من الغارات، من استهداف المدنيين، من الأطفال والنساء، كباحث في الدراسات الاستراتيجية كيف تتابعون هذه التطورات الميدانية في قطاع غزة؟ ممتاز. هذه التطورات الميدانية تحيلنا إلى 4 نقاط أساسية. هناك نقاط ضعف ظهرت على مستوى الكيان الصهيوني، وكذلك نقاط قوة ظهرت على مستوى المقاومة الفلسطينية، وهناك فرص كذلك ظهرت على مستوى الدبلوماسية الدولية ككل، وهناك أيضا تهديدات على مستوى العلاقات الدولية، أي تهديدات جيوبوليتيكية. فانطلاقا من سؤالكم أستاذة، بودي أن أبدأ من النقطة الأولى. هناك نقاط ضعف ظهرت على مستوى الكيان الصهيوني، لم يستطع الوصول إلى مرحلة تؤهله أو إلى جاهزية تؤهله للدخول في مرحلة من الحرب طويلة الأمد. فها هو بعدما كان يصرح قبل تقريبا 4 أشهر أنه سيدخل قطاع غزة للقضاء على القدرات العسكرية لحماس، ثم لإزاحتها من السلطة السياسية، ثم لاسترجاع المحتجزين، بات الآن يفاوض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا متعلقة دائما بهذه نقاط الضعف على المستوى الجيوستراتيجي الميداني، أصبح ينسحب. رأينا ألوية بأكملها، فرق عسكرية أكبر من اللواء بدأت تنسحب كذلك من وسط غزة أو من الجانب الغربي الشمالي لغزة. على المستوى الآخر أيضا الداخلي، نقاط ضعف بدأت تظهر. فالبارحة فقط رأينا زعيم المعارضة الإسرائيلية يتكلم بأن هذه الحكومة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وطنية، وبالأخص إن تم منح المدعو بن غفير اللي هو وزير الأمن القومي، إن تمت إحالته على إدارة القدس ومسجد الأقصى إبان شهر رمضان، ونحن نعرف جيدا الخاصية الشعائرية والعقائدية لهذا الشهر في هذا المكان، أي القدس والأقصى. كذلك نقاط ضعف أخرى ظهرت على مستوى الاقتصادي، هناك انكماش يقدر بأكثر من 11%، أكثر من 50% أو عفوا 50 مليار دولار كتكاليف لخسائر الحرب. إذن فهناك عدة نقاط ضعف ظهرت في الكيان الصهيوني،
لم تكن معروفة من قبل، أي قبل 7 أكتوبر. نعم. أما على المستوى الثاني اللي هو نستطيع القول نقاط القوة، يعني إذا حللنا وفق منهجية أو تقنية سوات، نقاط القوة، الضعف، ثم تهديدة الفرص. نقاط القوة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أين ظهرت؟ أنها تستطيع الدخول في مرحلة طويلة من الحرب، أكثر حتى من بعض الجيوش النظامية. هذه الفكرة كانت مطروحة من قبل، أي أن المقاومة الفلسطينية لها في الحوزة القتالية ما يؤهلها للدخول في حرب طويلة الأمد، ولكن لم تكن هناك تجربة. فحرب 2021 على سبيل المثال، عملية سيف القدس لم تدم إلا بضعة أسابيع، الأمر نفسه في الحرب 2014، الحرب نفسها في 2008 لم تدم إلا بضعة أسابيع، ولكن هذه الحرب الحالية هي الأطول، نحن نتكلم عن 4 أشهر من الحرب المتواصلة، يعني حتى الهدنة التي تخللتها هي هدنة واحدة فقط ولمدة أسبوع. بالإضافة أيضا إلى نقاط أخرى أو نقاط قوة ظهرت بالنسبة للمقاومة، أنه مفهوم وحدة الساحات أصبح مفهوما جيوستراتيجيا ميدانيا. على سبيل المثال، إن كانت هناك عمليات عسكرية في قطاع غزة تستجيب لها الجبهة في اليمن، وكذلك جبهة أخرى في سوريا، وأيضا في العراق، ثم أيضا في لبنان بالأخص في جنوب لبنان، فوحدة الساحات أصبح نقطة قوة بالنسبة للمقاومة عموما والمقاومة الفلسطينية خصوصا، بمعنى أنها تستطيع أن تحرك أذرعها الإقليمية وليس فقط الفصائل المحلية، فنقطة القوة هذه أصبحت ملحوظة بشكل أكبر. أما فيما يخص الفرص، تكلمنا على الفرص بالنسبة للجانب الدبلوماسي، ثم تكلمنا على التهديدات في الجانب الجيوبوليتيكي للعلاقة الدولية. الفرص في الجانب الدبلوماسي أصبحت متاحة للعديد من الدول. جنوب إفريقيا كانت لها فرصة كبيرة لكي تورط الكيان الصهيوني قضائيا، الجزائر فرصة كبيرة لها لكي تورطه على المستوى السياسي الأمني في مجلس الأمن الدولي، كذلك فرص أخرى بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنخب الغربية التي لم تكن تعرف ما هي الخلفية الفلسفية للكيان الصهيوني وما هي حقيقة المشروع الصهيوني الذي بدأ منذ القرن الماضي. فهذه الحرب أصبحت فرصة على المستوى الدبلوماسي للعالم بأسره حتى يتحرك ويكسر بعض القيود التي كان مقيدا بها، قيود متعلقة بعقدة معاداة السامية وعقدة المظلومية اليهودية وغيره. فكأن الحرب هذه فتحت فرص حتى يراجع العالم حساباته من جديد، حتى يراجع العالم التاريخ الفعلي للصهاينة. أما في النقطة الأخيرة الرابعة اللي هي متعلقة بالتهديدات، الحرب للأسف فتحت تهديدات، تهديدات على مستوى التجارة الدولية، لأنه ببساطة الوضع في البحر الأحمر أصبح معقدا بشكل كبير. تهديدات على مستوى الأمن في الشرق الأوسط، مثلا رأينا قبل بضعة أشهر تسوية بين من؟ بين إيران والسعودية، ثم بين سوريا وتركيا، ثم بين تركيا ومصر. أتت عملية طوفان الأقصى لكي تكون ضد اليهود الصهاينة فقط، ولكن الصهاينة ورطوا معهم دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت اليوم الحرب إقليمية. وجدنا قصفا أمريكيا في سوريا، قصفا بريطانيا أمريكيا مشتركا في اليمن، قصفا أيضا أمريكيا في العراق مؤخرا، عمليات استخباراتية للصهاينة في لبنان وكذلك حتى في إيران. إذن هذا يعتبر تهديد من بين التهديدات التي ظهرت في الآونة الأخيرة. طيب، في الأمس قال المكتب الإعلامي بالقطاع إن جيش الاحتلال قتل 30 شهيدا في منطقة دير البلح في الوقت الذي أدعى أنها منطقة آمنة. ماذا يعني ذلك دكتور نبيل كحلوش؟ يعني بأن نقض العهود هو الخلق الوحيد الذي بإمكان الصهاينة أن يتخلقوا به، ما عندهمش أخلاق أخرى. نقض العهود ببساطة، مثل هذه العملية أستاذة قد تكررت. ما الذي قالوه في تقريبا في 10 أيام الأولى للحرب ما بين 7 إلى 17 أكتوبر؟ ألم يكونوا يقولون بأن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة تعتبر منطقة آمنة؟ وأن مدارس الأونروا هي عبارة عن مناطق محمية بموجب القوانين الدولية؟ بمجرد نزوح الفلسطينيين إلى مراكز الإيواء وإلى مدارس الأونروا، ثم بمجرد نزوحهم إلى جنوب القطاع في رفح تم قصفهم. بمعنى أنه يمارس نوعا من الخداع. ببساطة أعتقد بأن هذا الخبر هو مؤلم ولكن ليس جديدا، لأنه ببساطة هذه هي سياسة الصهاينة، يخدعون حتى أو يتمسكنون، ربما حتى يتمكنون، يخادعون ويخدعون شعبهم، يخدعون أنفسهم، يخدعون حتى خصمهم. يعني حتى في الحروب توجد أخلاقيات وتوجد مبادئ. ولكن دكتور، إذا تحللناها بالنظر إلى قرار محكمة العدل الدولية والتوقيت الذي جاءت فيه هذه العملية، ماذا يمكن القول؟ يمكن القول بأن الكيان الصهيوني يحاول عبثا، أقول عبثا لأنه هذا كله وضع عبثي، أن يغير الميزان العالمي من ميزان القانون إلى ميزان القوة. بمعنى أنه اليوم نحن نعيش في النظام العالمي أو النظام الدولي هذا
صدام. صدام بين من؟ بين طرفين. بالطرف الأول هو صدام يقوده الطرف الذي يحاول أن يحل الأزمات بطريقة قانونية. الطرف الثاني هو القوة، بمعنى أننا نعيش ليس فقط في أزمة مؤسساتية وإنما أزمة فلسفية وأخلاقية أيضا. فعلى سبيل المثال، من بين البيانات الأولى التي نشرتها الجزائر بعد الحرب هو قول السيد وزير الخارجية: نحن نناشد الضمير العالمي. وحتى الأستاذ مالك بن نبي بكل صراحة قالها لما كانت الأوضاع الدولية في مأزق كبير في القرن الماضي، لما قال إننا لا ننتظر الخلاص على يد العلم بل على يد الضمير الإنساني أن يصحو من جديد. ببساطة نحن نعيش الآن في انهيار الفطرة الإنسانية السليمة. وإلا إذا طرحنا سؤالا قانونيا، إذا كانت محكمة العدل الدولية تعتبر جهازا من الأجهزة الست للأمم المتحدة، فهل قراراتها ملزمة أم غير ملزمة؟ إذا ذهبنا إلى القانون الأساسي أو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، هذا القانون وهذا النظام يتيح لنا أن ندرك بأن قراراتها ملزمة وآلية تنفيذها على مستوى من؟ على مستوى الجهاز الثاني في الأمم المتحدة اللي هو جهاز مجلس الأمن الدولي. ولكن نحن نعيش الآن في مرحلة من المفارقات، أن محكمة العدل الدولية تصدر قرارات أو تنبيهات أو مهما سميناها من المسميات لكي يأتي مجلس الأمن الدولي وينقض تلك القرارات عن طريق من؟ عن طريق الدول التي تمتلك حق الفيتو. وهنا نطرح سؤالين اثنين: إلى أي مدى يمكن الإبقاء على 5 دول فقط تمتلك حق الفيتو، وهذا سوف يعطل الكثير من القرارات والكثير من الأزمات في العالم؟ والسؤال الثاني أيضا الذي يمكن أن نطرحه: هل حان الأول لإصلاح محكمة العدل الدولية في حد ذاتها على مستوى الإجراءات أو على مستوى قانونها التأسيسي أو النظام الأساسي وغيره؟ فلذلك الكيان الصهيوني يستغل مثل هذه الثغرات السياسية والقانونية حتى يواصل أيضا إجرامه. نعم، في هذه النقطة بالذات دكتور نبيل كحلوش، الكيان الصهيوني دعا الفلسطينيين إلى اللجوء إلى منطقة دير البلح ثم ارتكب فيها مجزرة مروعة. أليست هذه جريمة إبادة جماعية وجريمة موثقة أيضا؟ النزوح في حد ذاته، وكان نقول لك أن النزوح في حد ذاته هذا النزوح، ويهجرهم من منازلهم. إذا ركزنا جيدا، هم انتقلوا إلى دير البلح، من أين انتقلوا؟ من منازلهم. من الذي جعلهم ينتقلون من منازلهم إلى دير البلح؟ ببساطة هي الأوضاع الأمنية التي يتسبب فيها الكيان الصهيوني، بمعنى أنه يرتكب بطريقة مباشرة جريمة تهجير قسري الفلسطينيين. ما يهمنيش أن أخرج من داره إلى دير البلح أو خرج من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، أنا بالنسبة لي مجرد التهجير داخل قطاع غزة غصبا عنه وإخراجه من منزله وتدمير منزله بالنسبة لي هو عبارة عن جريمة للتهجير. وكان التهجير القسري قد رفض شكلا ومضمونا في مجلس الأمن، بمعنى قبل أن نتكلم عن قصفهم مجرد إخراجهم مجرد إخراجهم يتناقض والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. أنا أتكلم بهذا المنطق القانوني، ما يهمنيش قال والله غير قال نزح من غزة إلى غزة، يعني فقط من مكان إلى مكان. المشكل وش هو اللي خلاه؟ هل يا ترى يعني كما نقول إحنا بالدرجة الخير هو اللي خرجوا من داره؟ الحقيقة هو أنه تم وضعه في ما يسمى بوضع مأساوي يجعله غير قابل للحياة. هذا الوضع المأساوي خاصة الوضع الإنساني هو. هذا الوضع الإنساني بمجرد التسبب في وضع مأساوي مثل هذا، الوضع في حد التسبب دون القتل، مازال ما تكلمناش على القتل، بمجرد التسبب تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق المادة الثانية من اتفاقية منع الجريمة من منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948. وتهجيره يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بمعنى أنه في كل الحالات الكيان الصهيوني مدان قانونيا إذا تكلمنا فقط بالقوانين، أما إذا تكلمنا إنسانيا. الحروب عندها مبادئ وعندها تربية. الحروب أن إحنا في الدراسات الاستراتيجية حتى لما درسنا واحد النقاط لابد أن ننتبه إليها، أنه حتى لما يكون عدوك داخل سيارة إسعاف أو يكون جريحا لا تستهدفه. نعم، حقيقة الانتهاكات التي حدثت في قطاع غزة دكتور نبيل كحلوش لم تحدث في التاريخ المعاصر. هنا ميدانيا لابد أيضا أن نسلط الضوء على المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لقوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور وفي عدة مناطق أيضا. المقاومة الفلسطينية، إذا عدنا إلى سؤالك الأول أستاذة وتكلمت لك على نقاط القوة ونقاط الضعف التي ظهرت بالنسبة للكيان الصهيوني ونقاط القوة التي ظهرت بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، من بين نقاط القوة هي
جعل الطرف الآخر أو العدو الصهيوني في حالة من العمل الاستخباراتي، هو لا يستطيع أن يحدد مدى قوة ومدى قدرات المقاومة الفلسطينية على المستوى العسكري. هذه النقطة الأولى. اثنين، لم يستطع أن يحدد مراكز القيادة الاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية، ولم يستطع أن يحدد أولا حجم المقاتلين الفلسطينيين. مؤخرا يتكلم على أنه قد قضى على 8000 مقاتل من فصائل المقاومة الفلسطينية وغيره، وهذا يعني بأن المقاومة قد تكبدت خسائر كبيرة وغيره. لو كانت المقاومة الفلسطينية قد تكبدت خسائر كبيرة التي تجعلها في أزمة وجودية، أي أن تستمر أو أن تتعطل، لما وصل الكيان الصهيوني إلى المفاوضات حول الأسرى. هو الآن يفاوض، والدليل على ذلك المفاوضات التي قابل بها حول وثيقة باريس التي تم الإعلان عنها مؤخرا، التي تتكلم على هدنة طويلة الأمد وتتكلم على تحرير للأسرى بواحد مقابل 100 أو واحد مقابل 250، يعني فقط واحد فلسطيني أو واحد إسرائيلي يخرجوا مقابله 100 فلسطيني من سجون الاحتلال أو حتى 250 فلسطيني. فهذا الفارق الكبير ما بين قيمة المحتجزين والأسرى دليل على ماذا؟ دليل على قوة المقاومة الفلسطينية، يعني أن موقفها التفاوضي أصبح معززا، والعكس من ذلك ضعف الموقف التفاوضي بالنسبة للكيان الصهيوني. فإذا كان الكيان مثل ما يقول في تصريحاته الإعلامية قد قضى على هذا الجزء الكبير من المقاومة الفلسطينية وأنه قد كبدها خسائر تجعلها مهددة وجوديا، فلماذا إذن يفاوض اليوم مع خصم أصبح في مرحلة ضعف وقريب من الانهيار؟ إذن لابد أن ننتبه إلى كل هذه النقاط، أن قوة المقاومة الفلسطينية أولا في ضبابيتها، أي جعل الطرف الآخر في عمى استخباراتي لا يمتلك أي معلومات استخباراتية متعلقة بمدى قدراتها مقاومتها وكذلك بالمعلومات المتعلقة بمراكز قيادتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا لابد أن لا ننسى عاملا هاما بعيدا عن الحسابات الاستراتيجية المادية، العامل العقائدي. ببساطة هؤلاء أناس مؤمنون، يؤمنون بما يفعلونه، إيمانهم بثورتهم، إيمانهم بأرضهم جعل موقفهم الروحي في حد ذاته أكثر قوة من الموقف الآخر. الآخرون يعتمدون على المرتزقة، يأتون بالأفارقة السود من إثيوبيا ومن بعض الدول الإفريقية مقابل بعض المال، يأتون بمرتزقة من شرق أوروبا، يأتون مؤخرا بمرتزقة من أين؟ من الهند. بمعنى أنهم لا يؤمنون أصلا بمفهوم The Promised Land أو الأرض الموعودة كما موهوا شعبهم بهذه الفكرة لمدة عقود، ولا يؤمنون بأن هذه الأرض أرضهم، وإنما هم في الحقيقة مجرد مرتزقة يتقاضون المال مقابل عمل عسكري معين. نقطة انتهى. هذا هو الأمر الذي يجعلهم من الناحية الروحية أكثر تفككا، لأن وجدانهم قد تفسخ. أولا لابد أن ننتبه بأن الإنسان الذي يقوم بهذه الجرائم قبل ما يروح الجهنم أصلا سيعاني من جهنم معنوية. الأمر ليس سهلا أن تقصف مثلا مستشفى فيه 400 شخص بقنبلة واحدة ثم تذهب لتنام، لا، هم يعيشون الآن أزمات نفسية. وهذا الذي تعكسه حتى التقارير الدورية التي تصدرها الكثير من الوسائل الإعلامية الإسرائيلية التي تتكلم على أن المصحات النفسية ومصحات التكفل النفسي تعج بالجنود الصهاينة. هنا لابد أن ننتبه، تعج بالجنود الصهاينة وليس بالمدنيين الإسرائيليين، بمعنى أن الجندي أصبح يعاني نفسيا أكثر من المدني. طيب، على الصعيد الإنساني للأسف الأوضاع تزداد مأساوية في قطاع غزة مع استمرار الكيان الصهيوني استهداف المستشفيات وأيضا مع استمرار العطش والجوع. والله الأوضاع مأساوية، لا أمتلك شخصيا ما يمكن أن أقدمه من جديد أو أقدمه، ولكن حسب ما تتابعونه. نعم بالضبط، يعني ببساطة أصبحنا نخجل بأتم معنى الكلمة من أن نعيش في عالم واحد مع هؤلاء الحيوانات البشرية. نتكلم عن 365 كيلومتر مربع هي مساحة قطاع غزة. كل هذه المدة محاصرة قبل الحرب، ثم حصرت أكثر بعد الحرب، بدون أدوية، بدون غذاء، بدون مساعدات إنسانية. البارحة تم قصف شاحنة مساعدات إنسانية في رفح عن طريق ماذا؟ عن طريق الزوارق البحرية الإسرائيلية. بمعنى أنهم يقومون بوحدة العمل بالنسبة لي أراه انتحاريا. لست أدري لحد الآن ما الذي يريده الكيان الصهيوني من العالم أصلا. هو يقوم بعملية انتحارية تورطه مع القوانين الدولية، تورطه دبلوماسيا حتى مع حلفائه، وقد رأينا مؤخرا التوترات بين تل أبيب والكثير من العواصم الغربية، من بينها واشنطن، من بينها كذلك باريس. تورطه مع شعبه، الشعب الإسرائيلي بصفة عامة ينتظر استعادة محتجزه. هو يقوم بقتلهم. بمعنى ما الذي يفكر فيه القادة الصهاينة
ما عدا الانتحار السياسي والانتحار الجماعي. هم يقولون بأنهم يعملون جاهدين من أجل استعادة المحتجزين ومن أجل استتباب الأوضاع وغيره، ولكن هم يجرون المنطقة إلى حرب شاملة. ها نحن اليوم نرى قصفا في سوريا، في العراق، وكذلك في لبنان، وأيضا في اليمن، بمعنى أن الكيان يحاول تصدير الحرب وجعلها إقليمية. وهذا هو الذي دائما ننبه عليه محور المقاومة، ألا ينخدع به، لا يقدم خدمة مجانية للصهاينة، لأن الصهاينة من مصلحتهم جعل الحرب إقليمية واسعة. ولو استطاع الصهاينة أن يجعلونها عالمية، حربا عالمية، لا قاموا بذلك بكل سهولة. فلذلك أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه مثل هذه الأوضاع المأساوية كانت حتى قبل 7 أكتوبر، ولذلك أعتقد بأن جريمة الحصار كجريمة ضد الإنسانية كانت موجودة حتى قبل 7 أكتوبر، وهذا الذي سوف يثقل الملف الصهيوني أكثر فأكثر. أما اليوم فأعتقد أن العالم لابد أن يخجل من نفسه. تصوري أنه في ظل هذه الأوضاع أكثر من 9 دول غربية بطبيعة الحال زادت منعت التمويلات في الأونروا. بالضبط، يعني من 1948 وهذه الأونروا تغيث الفلسطينيين وتشغلهم. في خضم الصراع وفي ظل هذه الأوضاع زادوا منع التمويل. هل يعتبر هذا كدعم للكيان الصهيوني وكضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة؟ بالضبط، هو دعم الكيان الصهيوني. والدليل على ذلك، ما هي الحجة التي اعتمدت عليها هذه الدول المانحة للمال لكي توقف التمويلات المالية للأونروا؟ ما هي هذه الحجة؟ قيل بأن الحجة مزاعم. بالضبط، مزاعم أنه والله 12 شخص، تبعي مليح، 12 شخص من الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. أنا نطرح العديد من الأسئلة، ولكن نطرح فقط سؤالين. الأونروا تشغل آلاف الأشخاص في العمل الخيري بالطبع. عدنا 12 شخص شاركوا في عملية طوفان الأقصى. أوكي، لماذا تم التدقيق والتركيز فقط على وش قاموا به 12 شخص؟ هذا إذا اعتبرنا أن ما قاموا به خطأ من الناحية القانونية. لماذا تم التركيز على العمل تاع 12 شخص ولم يتم التركيز على العمل الخيري اللي داروه الكثير من الآلاف من الأشخاص في الأونروا؟ هل هذا يعتبر ذريعة لإيقاف التمويل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يكتكلموا على أشخاص، ما مش يتكلموا على مؤسسات. إذن المفروض أن التمويل لا يتوقف، لأنه ببساطة لا يمكن معاقبة مؤسسات بسبب عمليات سياسية أو عسكرية لأشخاص. نحن نتكلم الآن عن الأونروا، وهي عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها، فلا يمكن منع التمويل عنها لمجرد أن 12 شخص قاموا بعملية طوفان الأقصى أو المشاركة فيها أو الإشادة بها. فلذلك أعتقد بأنه من الغباء أنه لازلنا في القرن 21 نعتمد على دعاية. حتى في وقت النازيين ما كانتش تمشي. فأعتقد بأنه وصلنا إلى مرحلة من العبث كبير جدا. قد نحلل من زاويتنا ربما قانونيا وسياسيا، ولكن هؤلاء لا يعترفون بهذه الأمور. هم صح يلبسوا مثلا رابطات عنق ويمشوا هكا في القيادات وفي المسؤوليات ويتكلموا بالقوانين على أساس أنهم قادة الدول، ولكن والله ما عندهم مستوى حتى لكي يقودوا قاطعا من الخرفان، فما بالك بقيادة الدول. فلذلك دائما تركزون حتى من الناحية الإعلامية على أو تلاحظون بأن حججهم ضعيفة، صحيح، دعايتهم مضللة، ومنطقهم سخيف جدا. طيب دكتور نبيل كحلوش، يأتي كل هذا في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات والمسيرات عبر مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. وجدنا أن هناك عصرا بإمكاننا أن نسميه بعصر الاستيقاظ، عصر الاستيقاظ بالنسبة للنخب الغربية. عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن، أين تم صياغة وعد بلفور في 1917 لليهود، أي العاصمة نفسها التي وعدتهم لكي يذهبوا إلى فلسطين، أصبحت تشهد مظاهرات ضد اليهود الصهاينة أنفسهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن النظم السياسية أو الأنظمة السياسية الأنظمة السياسية في الغرب باتت في صدام مع شعوبها، بمعنى أن الشعوب الأوروبية والغربية عموما حينما بدأت ترى بأنها تدفع الضرائب لكي تمول حروبا لا ناقة فيها لها ولا جمل، سواء في أوكرانيا أو كذلك في فلسطين، تمول هذه الحروب وتأخذ الضرائب من جيوبها لكي يتم منحها للجيش الأوكراني من جهة وكذلك للجيش الصهيوني من جهة أخرى، وجدت نفسها تمول حروبا عبثية بدون أي هدف استراتيجي يعود عليها بالمنفعة، وإن كانت هناك منفعة فضررها الإنساني أكثر وأكبر من نفعها. بالإضافة أيضا إلى أن الأنظمة السياسية الغربية عموما باتت تشهد تحولات عميقة جدا،
تحولت تتمثل في ماذا؟ تتمثل في الجانب الجيوسياسي. الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر ظهرت نقاط الضعف، نقاط ضعفه الأمنية والاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية. ونحن نتكلم عن أنظمة سياسية غربية الفلسفة تاعها بنيت أصلا على أولوية القوة، فحينما ترى نقاط ضعف حتى في حالفها سوف تتوجس منه خيفة، أو ستراه بنظرة احتقار، يعني هل يا ترى هذا هو الجيش الصهيوني الذي لا يقهر؟ هل هذا هو الذي عولنا عليه لكي يحمي مصالحنا في الشرق الأوسط؟ كيف لمجموعة مسلحة ببضعة آلاف من المقاتلين استطاعت أن تكبده كل هذه الخسائر؟ لابد أن نطرح هذا السؤال، يعني أن الأنظمة الغربية هل يا ترى تفكر في مصلحتها أم في مصلحة الكيان الصهيوني؟ هي تفكر في مصلحتها، فمصلحتها أصبحت مهددة بالنسبة لها، وهذا هو الذي يفسر انخفاض الزخم السياسي الذي ظهر من قبل ما بين الأنظمة الغربية وما بين الكيان الصهيوني. ذلك الدفاع اللامشروط وذلك الدعم المطلق واللامشروط، لا، هذه الدول بدأت تفكر في مصلحتها من جديد. هل هذه القيادة الصهيونية هي التي بإمكانها أن تحفظ مصالحنا؟ لم تستطع حتى أن تحافظ على محتجزيها وهما قدامها. فلذلك لابد أن ننتبه أن كل هذه التغيرات جعلت من النخب الغربية السياسية، والكثير من النخب بطبيعة الحال تنقسم إلى قسمين، قسم صهيوني 100% مثل ما كان من قبل، وقسم آخر بدأ يستيقظ ويعي بأنه فعلا هو أمام خدعة سياسية كبرى استمرت لعقود. حتى اليابان أعتقد بالأمس أوقفت المبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني، وهذا في حد ذاته يعتبر ضربة يعني للكيان الصهيوني اقتصاديا. هناك الكثير من الضربات الاقتصادية تلقاها الكيان الصهيوني، ولكن اليابان لا يؤتمنون بكل صراحة. اليابانيون دائما في الإعلام يتم تصديرهم بأنه بلاد التكنولوجيا وكوكب اليابان وغيره. سياسيا هم الصفر، نفس الشيء سياسيا، هم عبارة عن مجرد منصة استراتيجية متقدمة للنظام الغربي، لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة. والشخصية السياسية اليابانية منعدمة تماما، فلذلك إن وجدوا مصلحة وفق إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال يمكنهم أن يسيروا عليها. ولكن لابد أن ننتبه أن اليابان لم توقف هذه المبادلات التجارية حبا في الفلسطينيين. لابد أن ننتبه إلى نقطة هامة جدا، أن اليابان ربما حفاظا على صورتها، حتى حفاظ على صورتها لا، وإنما من ناحية الاقتصادية، أنه البحر الأحمر لابد أن ننتبه يشهد تنافسا تجاريا بين السلع الصينية واليابانية. اليابان تنافس الصين من الناحية الاقتصادية في البحر الأحمر، فلذلك مثل هذه الضربات التي باتت الضربات اليمنية بطبيعة الحال باتت تستهدف السفن المتوجهة للكيان الصهيوني، بدأت تكبد الكثير من الدول خسائر جمة. فلذلك اليابان حتى تتفادى هذا النوع من الخسائر وتستفيد من الوضع في إطار تنافسها الاقتصادي مع الصين قامت بمثل هذا الإجراء، وهو إجراء مؤقت على كل حال. فإذا انتصرت مثلا أو غلبت العملية العسكرية الأمريكية في اليمن ستعود إلى تجارة عادي جدا مع الكيان الصهيوني. أما في الوضع الحالي فبالطبع رأت بأن المبادلات التجارية مهددة، فلذلك تتخذ مثل هذه الإجراءات، وهذه الإجراءات قد اتخذتها حتى دول أخرى، حتى مثلا فرنسا واتخذتها كذلك بريطانيا. يعني لا يغامرون بسلعهم ببساطة لأنه ارتفاع تكلفة الشحن قد ارتفعت بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى المخاطرة التجارية في البحر الأحمر، فلذلك هم يقومون بمثل هذه الإجراءات وليس حبا في الفلسطينيين. طيب، يجري الآن الحديث عن المبادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة. ما هي إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في ظل تمسك المقاومة الفلسطينية بمطالبها المشروعة؟ طبعا المقاومة الفلسطينية تتمسك أولا بمطالبها وتتمسك كذلك بوقف إطلاق النار، لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة. المقاومة الفلسطينية ليست مع إيقاف ولكن ليس على حساب يعني أهدافها. نعم، هي تتمسك بهما معا. بالنسبة لأهداف المقاومة الفلسطينية، ما هي أصلا أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى؟ هي إنشاء دولة فلسطينية، والدولة الفلسطينية لا يمكن إنشاؤها في حالة حرب. تطبيق الشرعية الدولية. ممتاز، بمعنى أنه إيقاف الحرب تكون أول خطوة من أجل إقامة خطوات أخرى طويلة، من بينها إعادة الإعمار، ومن بينها تحرير المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وبالأخص المعتقلين السياسيين ذوي المحكوميات العالية، ثم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية. فلذلك الهدفين معا ليس متناقضين، بل الإعلام العبري وبالأخص الرسمي بطبيعة الحال هو الذي يحاول أن يصدر المشهد بأن المقاومة الفلسطينية هي التي تعارض وقف إطلاق النار وتعارض السلام وتعارض التسوية السياسية وغيره. ولكن المقاومة الفلسطينية وضعت شروطا واضحة،
لا نفاوض تحت النار، لابد من وقف إطلاق النار، ولكن وقف إطلاق النار لابد أن لا يكون على حساب القضية الفلسطينية كلها برمتها، لأنها سيعيدها إلى مربع الصفر، لأنه ببساطة غزة 70% منها تدمرت، يعني الدمار قد تم، أكثر من 30,000 شهيد رحمهم الله، بمعنى أن الذي كان قد كان، فلابد من عدم الرجوع إلى الخلف، لأنه وصلوا إلى مرحلة لا عودة. فبما أننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة، فلابد إذن أن نفاوض وفق معطيات هذه المرحلة نفسها. ما هي معطيات هذه المرحلة؟ أولا أن كيان صهيوني مدان على مستوى محكمة العدل الدولية. اثنين، أن الكيان الصهيوني ملاحق على مستوى الكثير من الهيئات الدولية ومن بينها مجلس الأمن الدولي. ثلاثة، أن الكيان الصهيوني قد وصل إلى نقاط ضعف كبيرة على المستوى العسكري والاقتصادي. إذن فالتفاوض معه لابد أن يكون وفق هذه الشروط. فالتفاوض كيف يكون وفق هذه الشروط؟ أولا أن يحرر المعتقلين السياسيين من سجون الاحتلال. اثنين، أن يرضخ لوقف إطلاق النار بدون أي مساومات. ثلاثة، أن الكيان الصهيوني لابد أن يلتزم مع مطالب إعادة الإعمار، لأنه هذا التكاليف تاع ملايير الدولارات، من الذي سوف يبنيها مجددا؟ تبنيها الدول؟ من هي التي ستبني؟ القيادة الفلسطينية؟ محال. فلذلك حينما يلتزم مع قضية إعادة الإعمار، وحتى الجزائر قد طرحت مؤخرا بيانا صحفيا في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع تقريبا، وحظي بالإجماع بكل صراحة. هذا البيان الذي تم نشره في الأمم المتحدة يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن قضية إعادة الإعمار، فلابد إذن أن ننتبه إلى هذه النقطة. ولذلك أعتقد بأن المقاومة الفلسطينية تتكلم عن شهدائها وتتكلم عن خسائرها، ولكن في الوقت نفسه تتكلم عن الشروط المستقبلية التي بإمكانها أن تؤدي إلى أولا إقامة دولة فلسطينية، وتؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط. لا. بدون هذه الشروط السياسية بطبيعة الحال لا يمكن التفاوض مع طرف هو أصلا يرى وجوده في إفناء الآخر. مفهوم. الأربعاء الماضي دكتور كحلوش كانت فيه جلسة على مستوى مجلس الأمن، دعت إليها الجزائر أو عقدت بطلب من الجزائر حول تفعيل قرار محكمة العدل الدولية. الجزائر رافعت وكما تفعل دائما من أجل فلسطين المحتلة، وطالبت مجلس الأمن بإعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. كيف ستكون المرحلة المقبلة في ظل كل هذه المستجدات؟ في نظري ستكون حرجة على المستوى الدبلوماسي. لماذا؟ لأننا إذا دققنا جيدا فيما قامت به الجزائر، الحقيقة أنها قامت بأخذ قرار لمحكمة العدل الدولية اللي هي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، ووضعته في جهاز آخر اللي هو مجلس الأمن الدولي. في هذه الحالة كل من سيستخدم حق الفيتو لن يستخدمه ضد الجزائر نفسها، لأن مشروع القرار توقف إطلاق النار ليس مشروع سياسي لدولة، وإنما هو عبارة عن مشروع استكمالي لقرارات محكمة العدل الدولية. نعم. فالذي سيستخدم حق الفيتو هي إجراءات أو آليات لتنفيذ قرار محكمة العدل بالضبط. الدولية، وهذا يتماشى مع المادة 41 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية، ويتماشى أيضا مع المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. نعم. الأولى تتكلم على أنه يمكن اتخاذ تدابير من مجلس الأمن الدولي قبل صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية، يعني قبل ما محكمة العدل الدولية تصدر حكمها النهائي الذي قد يستغرق شهورا أو ربما حتى سنوات، بإمكان مجلس الأمن الدولي أن يتخذ تدابير مؤقتة. والثانية أي المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تتكلم على أن مجلس الأمن الدولي بإمكانه أن يستخدم نوعين من الإجراءات لإيقاف أو حل أزمة معينة تمس بالسلام والأمن الدوليين، إما بالتدخل المباشر المسلح استخدام القوة المسلحة، وهذا مستبعد باش يبعثوا قوات لحفظ السلام إلى فلسطين أو إلى تل أبيب. فلذلك يبقى الخيار الثاني اللي هو ما يسمى بالجزاءات. ما هي الجزاءات؟ مثلا عقوبات اقتصادية للكيان الصهيوني، حظر توريد الأسلحة، إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وغيرها من الإجراءات. فإعطائها الطابع الإلزامي والتنفيذي لابد أن يكون على مستوى مجلس الأمن الدولي. إذا افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي راهي تستخدم في حق الفيتو كل مرة لصالح تل أبيب، إذا استخدمت هذه المرة حق الفيتو، هل هذا الحق راح يكون ضد الجزائر أم ضد جهاز من أجهزة الأمم المتحدة اللي هي محكمة العدل الدولية؟ هنا الجزائر قد وضعتهم كلهم في حرج. أقولها وأعيد، الجزائر في مشروع قرار وقف إطلاق النار قد وضعتهم كلهم في حرج. طيب، لماذا؟ هنا لابد أن نسلط الضوء على مساهمة الجزائر في بعض التصورات داخل مجلس الأمن. ممتاز. روسيا حاولت ذلك من قبل وتم استخدام حق الفيتو ضدها. البرازيل قامت كذلك من قبل ولكن تم استخدام حق الفيتو ضدها. ما هي الخصوصية الموجودة اليوم ولم تكن موجودة من قبل؟ أن الجزائر
تعرض مشروع وقف إطلاق النار مستندا إلى ماذا؟ إلى قرارات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة اللي هي محكمة العدل الدولية. نعم. فبما أن بما أن الأمم المتحدة فيها 6 أجهزة من بينها جهازين اثنين اللي هي محكمة العدل ومجلس الأمن، وكأن الجزائر جابت قرار من محكمة العدل وحطته في مجلس الأمن. يعني التوقيت مهم جهاز. جدا بالنسبة للجزائر. توقيت مهم جدا وسياق مهم جدا. يعني الجزائر تقوم بعمل ذكي جدا أنها لم تضع ولم تقترح وقف إطلاق النار قبل صدور تدابير مؤقتة لمحكمة العدل الدولية. كانت قادرة الجزائر بمجرد نيلها لعضويتها المؤقتة في مجلس الأمن وبمجرد تبويها لمقعدها في 1 جون 2024 كان بإمكانها أن تقدم مشروع وقف إطلاق النار بدلا من أن تقدم مشروع تاع منع التهجير القسري. ولكن الجزائر قامت بالعكس، قامت بمنع التهجير القسري تحسبا للإجراءات المستقبلية بعيدة المدى، فقطعت بذلك الطريق على الكيان الصهيوني ألا يستخدم أي وسيلة من وسائل التهجير مستقبلا حتى بعد نهاية الحرب. ثم انتظرت الجزائر مجهودات الأمم المتحدة وكذلك مجهودات جنوب إفريقيا مشكورة على مستوى محكمة العدل الدولية. لما استنفذت جنوب إفريقيا كل الإجراءات ومحكمة العدل فرضت هذه التدابير المؤقتة، جاءت الجزائر وقدمت مشروع القرار. الآن اللي بغى يستخدم حق الفيتو يستخدم حق الفيتو. نعم. من المرتقب أعتقد دكتور نبيل كحلوش أنه ستجري جلسة للتصويت. نعم، حتى أواصل فقط الفكرة أنه في جلسة التصويت هذه من يستخدم حق الفيتو راح يستخدم حق الفيتو مش ضد الجزائر بل ضد جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، إيه ضد محكمة العدل الدولية. ممتاز. في هذه الحالة خلاص نوصل إلى كشف النقاب أمام العالم بأسره، أنه يا عالم محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات وهوليك مجلس الأمن الدولي ضرب هذه القرارات عرض الحائط، بيد من؟ بيد من سوف يستخدم حق الفيتو حتى لو أسمي أي دولة. لحد الآن ما كانش التصويت، ممكن تستخدم حق الفيتو ممكن مثلا أمريكا كما قادرة، ممكن بريطانيا، فرنسا مستبعد جدا أنها تستخدم. فلذلك أعتقد بأنه ضربت معلم بين قوسين كما يقال للدبلوماسية الجزائرية، أنها تجعل أي دولة في حرج أن هذا العالم لم يعد يخضع للقوانين، وأن أجهزة الأمم المتحدة باتت تضرب بعضها بعضا، وأن اليوم وصلنا إلى مرحلة لابد أن نعيد النظر فيها في أمرين، في الأمم المتحدة نفسها كامل بها بأجهزتها، واثنين في طريقة العمل تاع مجلس الأمن الدولي. لابد إذن أن يتم توسيع التمثيل الدائم لمجلس الأمن الدولي من 5 دول فقط إلى دول أكثر. فلهذا أعتقد بأن الجزائر هي التي وضعتهم في حرج، بينما هم ظنوا بأن الفلسطينيين هم الذين في حرج. حاليا أمور انقلبت، فلذلك الصدام اليوم أصبح كما قلنا في بداية الحصة بين توجهين، التوجه الذي يناصر القانون والتوجه الذي يناصر القوة. من سوف يغلب الله أعلم، ولكن أنا أعتقد أنه إذا كان المسار السياسي للعالم يتوجه إلى عالم أكثر عقلانية وأكثر اعتمادا على القانون، كفة الحق هي التي ستنتصر على كفة القوة، والقوة سوف تصبح تابعة للحق والقانون وليس العكس، أي القانون هو اللي يتبع من عنده القوة. نعم، لا بأس دكتور نبيل كحلوش أن نذكر بالنقاط التي جاءت خلال جلسة الأمن التي دعت إليها الجزائر، والتي جاءت على لسان ممثل الجزائر الدائم في هيئة الأمم المتحدة سفير عمار بن جامع. نعم، تكلم على أن أوان الإفلات من العقاب قد ولى، وهذا يعني ببساطة أن الجزائر تتكلم بشكل شجاع جدا وبشكل جريء. من الذي يحكم بأنه قد ولى أم لم يولي؟ ببساطة لأن الجزائر تدرك جيدا بأن السنتين هاتين اللتين تتبوأ فيهما مقعدها في مجلس الأمن الدولي سنتين ستكونان حرجة على كل الدول الأخرى التي تحاول محو الشعوب من منطلق القوة ومن منطلق الإفلات من العقاب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تكلمت الجزائر في مجلس الأمن الدولي على أن هذا العدوان هو عدوان عبثي، لم تقل همجي ولم تقل عدوان وصمتت، عدوان عبثي. ما معنى ذلك؟ أن الجزائر تضرب عرض الحائط السرديات والتبريرات السياسية للصهاينة وحلفائهم. أنه أي تبرير قدموه لكي يبرروا به مثل هذه الإجراءات العسكرية القاسية من طرف الصهاينة على الفلسطينيين هي عبارة عن عبث، عدوان عبثي. تمدلوا تبرير سياسي عبث، تمدلوا تبرير فلسفي عبث. تصوروا أن وصلنا إلى مرحلة في 4 أشهر ولنا نسمعوا آيات من التلمود، نصوص من التلمود ومن التوراة يقولها كيان صهيوني والقادة الصهاينة لكي يبرروا قتل الأطفال وقتل النساء وكذلك قتل الشيوخ وإيقاف الأكل والشرب عن الفلسطينيين وحيصارهم داخليا وخارجيا وإجبارهم على النزوح ثم إجبارهم على التهجير الهجرة القسرية. بالله عليكم، يعني وصلنا إلى مرحلة من العبث يعني ما شفناهاش ربما حتى في الحرب العالمية الثانية. فلذلك هذه العبثية تتطلب أن نقول كفى،
على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، لأنه للأسف حتى بعض الوسائل الإعلامية العربية الناطقة أيضا باللغة العربية أصبحنا نراها تبرر ما لا يبرر، تبرر التهجير، تبرر القتل. أنت تقول له بلي راهم قتلوا 100 طفل اليوم، وهو يقول لك ولكن حماس علاش هجمت في 7 أكتوبر. نحن نتكلم على ما يحدث اليوم في 7 أكتوبر. لهذا المسار القضائي أصبح الآن أكثر من ضرورة. أصبح أكثر من ضرورة لماذا؟ لأنه القانون نصوصه ثابتة والأحكام القضائية ثابتة وواضحة، بعيد عن التلاعبات الإعلامية وبعيد عن التلاعبات السياسية، ما فيهاش حسابات ضيقة، وإنما فيها نصوص واضحة تكيف على وفق الحادثة. فلما تم تكييفها على الحوادث وجدنا بأنه فعلا الكيان تورط في إبادة جماعية. على سبيل المثال في المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتكلم على أنه التحريض لوحده ممنوع ويعاقب عليه. إذا عدنا إلى خطابات الكيان الصهيوني نجد أن منهم من دعا إلى محو غزة تماما، هناك من دعا إلى تسويتها بالأرض، هناك من دعا إلى تسويتها بالبحر، لتما البحر جاي هابط شوية، فلذلك لما نقول تسويتها بالبحر يعني يزيدوا دمروها كامل أرضيا ويزيدوا هبطوها شوية باش تولي مساوية، يعني حتى البحر يغرقها تولي ما فيها لا بنايات لا والو. كذلك هناك من دعا إلى استخدام القنبلة النووية في قطاع غزة، هناك من وصفهم بالحيوانات البشرية، أي نزع صفة الأدمية عنهم حتى لا يشملهم القانون الدولي الإنساني. هؤلاء ليسوا بشر، كيف يشمل القانون الدولي الإنساني؟ فلذلك إذن حاولوا بكل الصفات وبكل الطرق، السلوك العسكري، بالطرق السياسية وحتى بالطرق الإعلامية، أن يقنعوا العالم بأن الحق مع الصهاينة وأن هؤلاء الفلسطينيين والمقاومة على باطل. فكل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر جريمة تحريض على الإبادة الجماعية. هم لم يحسبوا لهذا الأمر من قبل، فلذلك أصبحت تصريحاتهم هي التي تدينهم على مستوى الهيئات الدولية. نعم، كباحث في الدراسات الاستراتيجية دكتور نبيل كحلوش، هل تفكرون في مرحلة ما بعد العدوان الصهيوني أو ما بعد الحرب؟ ما بعد الحرب هي أكثر فكرة تشغلنا لحد الآن، أن توازنات الجيوسياسية قد تغيرت. فما بعد الحرب لن يكون الجيش الصهيوني، هذه النقطة الأولى على المستوى العسكري باش نقسم الأفكار، لن يكون الجيش الصهيوني ذلك الجيش الذي لا يقهر، أي الأسطورة قد تكسرت مباشرة. في هذه الحالة هل يترى هناك جيوش إقليمية ستبني دفاعاتها وتبني قدراتها العسكرية بناء على هذه الفكرة، أي أن الجيش الصهيوني فيه ثغرات أمنية وعسكرية واضحة أم لا؟ النقطة الثانية أن جيوسياسة الشرق الأوسط قد تغيرت، لأنه ببساطة مفهوم وحدة الساحات قد ظهر للعالم بشكل كبير، فأصبح كل من يخطئ في حق اليمن يدرك بأنه يخطئ أيضا مع سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، من يخطئ مع فلسطين يدرك بأنه يخطئ مع 4 جبهات أخرى على الأقل هي مجاورة لبعضها البعض، أقصد سوريا والعراق ولبنان مع فلسطين، وغير مجاورة لبعضها البعض، أقصد اليمن. اليمن أيضا من ناحية أخرى سيؤثر على التوازنات الاقتصادية في المنطقة وعلى الإمدادات تاع التجارة العالمية في المنطقة، حيث أنه من يريد الذهاب إلى ميناء إيلات الصهيوني لابد أن يمر على مضيق باب المندب. في هذه الحالة إذن يصبح الاقتصاد الصهيوني في حد ذاته متأثر بشكل كبير بعلاقات تل أبيب مع صنعاء، بعلاقات تل أبيب مع الفلسطينيين. فلذلك أعتقد أنه من ناحية جيوسياسية المستقبل الذي سيكون بعد 7 أكتوبر وقد بدأ أيضا ليس نفسه الماضي الذي كان قبل 7 أكتوبر، والذين سيربطون علاقاتهم مع القوى الفلسطينية سواء كفصائل أو مع السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين، أعتقد أنه سيأخذ الكثير من النقاط بعين الاعتبار وهو يربط هذه العلاقات. أولها أن موقفهم القانوني قد تعزز على المستوى الدولي. اثنين أن قدراتهم العسكرية أكبر مما يمكن أن يتصوره الكثيرون، لا يمكن أن يتم ظلمهم بسهولة. والنقطة الثالثة وهي هامة جدا، مستقبل مسار التطبيع أصبح في نفق مسدود، أصبح في نفق مظلم بأتم معنى الكلمة. من هي الدول العربية التي ستكون لها الجرأة مستقبلا لكي تتكلم عن شيء يسمى السلام مع تل أبيب أو يسمى اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هل ننتظر جلسة التصويت حتى تتضح الرؤية أكثر دكتور نبيل كحلوش؟ نعم، جلسة التصويت سوف تفتح لنا سيناريوهين اثنين، إما أن تصوت يعني الدول في مجلس الأمن بالإجماع وبدون استخدام حق الفيتو حتى نكون منتبهين على وقف إطلاق النار، وفي هذه الحالة سنرتقب صداما دبلوماسيا كبيرا بين واشنطن وتل أبيب، وهذا سيؤدي إلى تداعيات كبرى نتائجها التضحية بحكومة نتنياهو وانشقاق حكومتهم ثم حل مجلس الحرب.
هذه في حالة تصويت الولايات المتحدة الأمريكية لصالح هذا القرار، أو على الأقل عدم استخدام حق الفيتو عليه. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني وهو سيناريو كلاسيكي، أن تستخدم أمريكا حق الفيتو، وحينها سيدخل العالم في أزمة مؤسساتية، أن مجلس الأمن الدولي أصبح يعارض قرارات محكمة العدل الدولية، وأن حق الفيتو في حد ذاته لابد أن يعاد النظر فيه، وأن مجلس الأمن الدولي أعضاء الدائمين الخمس لابد أن يتم توسيع مقاعدهم لكي يشملوا دولا أخرى. بمعنى أن هذا التصويت، جلسة التصويت، لن تكون عادية، لأنها ستضع العالم في مأزقين، إما مأزق بين واشنطن وتل أبيب، وإما مأزق بين أجهزة الأمم المتحدة في حد ذاتها. شكرا جزيلا لك الباحث في الدراسات الاستراتيجية دكتور نبيل كحلوش على كل التحليلات المقدمة لنا. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. نتحول الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في المستهل ومواصلة لزيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء أمس من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الاستقبال الذي تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، اللذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين. خلال اللقاء ألقى سيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، كما أشاد بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية إبان ثورة التحرير المظفرة. كما أكد سيد الفريق أول أيضا حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. هذا وكان الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد زار أمس كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة للسعودية. المزيد مع موفد تلفزيون إلى الرياض زكريا مهوبي. بمدخل الكلية استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة من طرف اللواء ركن محمد بن جدوع الرويلي قائد الكلية، ليطوف بعدها السيد الفريق أول والوفد المرافق له بمختلف أقسام الكلية، حيث تابع عرضا مفصلا حول تكوين الضباط الدارسين وكذا القدرات التأهيلية بها، بالإضافة إلى مشروع حول تطوير هذه الكلية إلى جامعة. كل التوفيق وكل النجاح. أنتم مستقبل القوات المسلحة. ليأخذ بعدها السيد الفريق أول صورة تذكارية مع قيادات كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة السعودية، ويوقع على سجل الذهبي للكلية، وفي الأخير تم تبادل هدايا رمزية. إثر ذلك توجه السيد الفريق أول والوفد المرافق له إلى معرض الدفاع العالمي، أين طاف ببعض الأجنحة على غرار جناح المملكة العربية السعودية، حيث قدمت له شروحات وافية حول تصنيع الأسلحة ومختلف أنظمة الاتصال والساتليت والدرون وكذا الأنظمة الميكانيكية والأمن السيبراني. السيد الفريق أول توقف كذلك مطولا بجناح الشركة الروسية المتخصصة في صناعات الفضاء ومنظومات الأسلحة المضادة للمدرعات، كما تلقى شروحات مفصلة حول آخر التكنولوجيات في مجال أنظمة الصواريخ ومحطات الرادار ومحطات التحكم الذاتية. السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اختتم زيارة أجنحة المعرض من الجناح الصيني، حيث اطلع عن كثب على آخر التقنيات في صناعة الطائرات المسيرة والسفن الحربية.
الحضور والمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية يمنح القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فرصة الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الصناعات العسكرية، والهدف من ذلك تعزيز الجاهزية القتالية للجيش الوطني الشعبي. زكريا ميهوبي، موفد التلفزيون الجزائري، إلى العاصمة السعودية الرياض. في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى محمد حامل. اللقاء شكل فرصة لمناقشة الأهداف الاستراتيجية للمنتدى تحسبا للقمة المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس من السنة الجارية، وبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء بالمنتدى بغية إيجاد الحلول والابتكارات المتعلقة ببحوث الغاز. واستعدادا للقمة، أشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبتريكي ووزير الاتصال محمد العقاب بحضور الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل على مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة. الموقع الإلكتروني تضمن كلمة ترحيبية لرئيس الجمهورية أعرب من خلالها عن خالص التقدير لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لرئاسته الموفقة للدورة السابقة وإدارته لمقتضياتها بالنجاعة المطلوبة. كما نوه السيد الرئيس في كلمته الترحيبية على الموقع بجهود الأمين العام للمنتدى وكافة المساهمين في الإعداد لأشغال القمة. رئيس الجمهورية أكد أن دورة الجزائر تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم مصادر الطاقة البديلة للصديق أو الصديقة للبيئة. السيد الرئيس أكد أن الجزائر حريصة على إحاطة هذا الموعد بكافة شروط النجاح، مبرزا أهمية التعاون والتضامن في إطار هذا المنتدى، وضمانا لتغطية إعلامية احترافية. انطلقت اليوم بجامعة محمد بوقرة ببومرداس الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين المكلفين بتغطية ندوة منتدى الدول المصدرة للغاز التي أشرف عليها وزير الاتصال محمد العقاب بحضور مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلين عن المكاتب الأجنبية المعنية بتغطية الحدث المزمع انعقاده أواخر الشهر بالجزائر. الدورة سيتطرق خلالها المشاركون إلى العديد من المحاور، بما في ذلك التعريف بمنتدى الدول المصدرة للغاز وعلاقته مع المنظمات الأخرى، وتسليط الضوء على دور الجزائر الريادي كمنتج استراتيجي للغاز ضمن المنتدى. تقويا دائما، تم اليوم التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين جامعة هواريب ومدين للعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيات بباب الزوار والمصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الجزائرية للخدمات الجيولوجية والشركة الوطنية للمنتجات التعدينية غير الحديدية والمواد النافعة وكذا الوكالة الوطنية للنفايات. الشراكة من شأنها تطوير مشاريع البحث العلمي في قطاع الطاقة والمناجم واستحداث مؤسسات ناشئة تنشط في المجال، إضافة إلى تكوين الطلبة ومرافقتهم في تربصاتهم. في زيارة تعزز قيم الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، حل الخليفة العام لطريقة التيجانية الشيخ علي بالعراب التيجاني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث استقبلته الجماهير بحفاوة بالغة في رسالة تدل على ارتباط مريدي الطريقة التيجانية بعاصمة الخلافة بعين ماضي بالجزائر.
دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن إلى الاستثمار في حلول طويلة المدى لمنع المزيد من المعاناة وتمهيد الطريق للسلام الدائم. وأكد بن جامع أن القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية في هذا المسعى منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الجزائر دقت في كل أو في مناسبات عديدة ناقوس الخطر بشأن انتشار الصراعات على المستوى الإقليمي. إن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، وتمثل القضية الفلسطينية حجر الزاوية في هذا المسعى. فمنذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، دقت الجزائر في مناسبات عديدة ناقوس الخطر بشأن خطر انتشار الصراعات على المستوى الإقليمي. ومن المؤسف أن الوضع تحول إلى واقع مرير، مما يجبرنا على مضاعفة جهودنا لوقف التصعيد في المنطقة بأكملها. إن سكان هذه المنطقة مثلهم مثل جميع سكان العالم يتطلعون إلى السلام والتنمية والازدهار، وتكمن الخطوة الأولية نحو تحقيق هذا الهدف في وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، تواصل قوة الاحتلال الصهيوني غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مركزة عدوانها على منازل وتجمعات النازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. هذا وأطلقت قوة الاحتلال الصهيوني النار صوب قافلة محملة بالمواد الغذائية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كانت متجهة إلى شمال قطاع غزة. يحدث هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 13 مجزرة يوم أمس، راح ضحيتها 113 شهيدا وأزيد من 200 جريح. ختام الموجز، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. فرضته الثورة المعلوماتية، أساسه التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت السمة البارزة التي تطبع يومية الأفراد وتلج إلى أبسط تفاصيل حياتهم. فكل ما يحيط بنا أصبح يعتمد على هذه التكنولوجيا التي طورت حلولا رقمية وفتحت المجال واسعا أمام الشباب الذين التقوا هنا في صالون الرقمنة والتكنولوجيا لعرض آخر إبداعاتهم ونشاطاتهم ومهاراتهم. أسرار السيبرانية مع عبد الجليل عباس يأتيكم يوم الأربعاء 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. في الواجهة، منبر للنقاش والتحليل، نبحث في خلفيات الأحداث ونستعرض التداعيات والآثار، مساحة للأخبار الهامة والملفات المهمة بحضور فاعلين ومختصين، نبحث في خفايا الملفات الراهنة، تحليل بالصوت والصورة لكل مستجد على الساحة الوطنية، نطرح انشغالات المواطن ونتحدث عن تطلعاته. في الواجهة، بعين موضوعية وبرؤية تحليلية، متابعة مسار العمل التنموي في كل ميادين الحياة اليومية للمواطن. في الواجهة، معي أنا فايزة باشي عبر الثالثة الإخبارية لتلفزيون الجزائر. في الواجهة مع فايزة باشي، الخميس في 6:56 على القناة الثالثة الإخبارية. أهلا
أهلا بكم مجددا في برنامج ما بعد المنتصف. في قطاع السياحة نستضيف اليوم مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية مستغانم للحديث عن ملف رفع العراقيل عن المستثمرين والمشاريع التي تجسدت وكذا التحذيرات لموسم الاصطياف. لمزيد من التفاصيل كما قلت معنا السيد محمد شريف زلماطي مدير السياحة والصناعة التقليدية. أهلا وسهلا شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك سيدتي وشكرا على الاستضافة وتحية خالصة لكل مشاهدي تلفزيون الجزائر. شكرا جزيلا. إذن تسجل ولاية مستغانم كل سنة عدد كبير من السياح، هل يمكن كبداية تسليط ضوء على مؤهلات ومقومات ولاية مستغانم؟ حقيقة ولاية مستغانم هي من بين الولايات الساحلية التي تعرف استقطابا كبيرا لزوارها ومصطفيها خاصة في موسم الاصطياف. الأمر هذا عنده عدة دلالات، لأنه ولاية مستغانم من بين الولايات التي لها عدة أنماط من السياحة، جعلها تستقطب هذا الكم الهائل من الزوار والسائحين. نتكلم على السياحة الشاطئية، 150 كيلومتر شريط ساحلي، شواطئ خلابة، شواطئ رملية، شواطئ صخرية كذلك تسحر الناظرين. نتكلم عن السياحة الترفيهية، لما نتكلم عليها نتكلم على حديقة مشتالاند اللي هي أكبر حديقة تسلية على مستوى الغرب الجزائري، بها مدينة للتسلية على مساحة فوق 50 هكتار. نتكلم كذلك عن السياحة التاريخية على مستوى الولاية، مركز التعذيب لسيدي علي ومغارة الفراشيح هي مزار للعائلات والسواح. نتكلم كذلك عن السياحة الغابية، لأن ولاية مستغانم هي ولاية غابية بامتياز غابات التسلية اللي تستقطب كذلك العائلات، كغابة بورحمة ببلدية بن عبد الملك رمضان وغابة الحرية ببلدية مستغانم، بالإضافة إلى السياحة العلمية على مستوى الولاية. وكل يعلم أنه ولاية مستغانم وببلدية ستيديا تحديدا يمر عليها خط غرينيتش، وهواة علم الفلك وإلى غير ذلك يتوافدون بكثرة إلى هذه المنطقة. طيب سيدي، شريط ساحلي هام ومؤهلات كبيرة جدا، أكيد ذلك يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى خارطة طريق لتنشيط الحركية السياحية على مستوى ولاية مستغانم. هل يمكن معرفة الخطوط العريضة التي تضبط تلك خارطة الطريق؟ بالفعل احنا استراتيجيتنا الآن وتحت إشراف السيد الوالي تبدأ من فتح المجال للاستثمار السياحي وتوفير العقار السياحي الملائم لجلب استثمارات سياحية تكون جالبة كذلك للسواح إلى غير ذلك. على مستوى الولاية الآن 10 مشاريع سياحية في طور الإنجاز، نسبة إنجازها ما بين 20 إلى 80%. نرتقب بالموسم القادم إن شاء الله دخول مؤسستين فندقيتين الاستغلال، كذلك مع صدور النصوص التنظيمية الجديدة للاستثمار السياحي، خاصة إنشاء الوكالة العقارية، الوكالة الوطنية للعقار السياحي اللي اليوم راح يكون دورها تهيئة مناطق التوسع السياحي وكذلك إعداد دراسات مخطط التهيئة السياحي، كذلك صدور قانون الغابات اليوم في مادته 29 التي تسمح بإنجاز هياكل سياحية على مستوى الأراضي الغابية. وفي هذا الإطار نحن كذلك بصدد التحضير لتنظيم لقاء وطني يتضمن موسوم بترقية الاستثمار السياحي في ظل النصوص القانونية الجديدة، وذلك من أجل رسم استراتيجية نسعى من خلالها إلى توفير المجال الملائم للاستثمار السياحي، ولما لا إقلاع استثمار سياحي في الولاية. نعم السيد زلماطي، ماذا عن المحور المتعلق بالمسارات السياحية، وما هو دور هذه المسارات السياحية في إحياء المناطق السياحية على مستوى ولاية مستغانم؟ في ولايتنا حصينا
ما يقارب 81 موقع سياحي و17 مسار سياحي. الآن المتصفح للمنصة الرقمية التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ألجيريا تور راح يوجد جميع المسارات السياحية 17 وجميع المواقع السياحية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها ولاية مستغانم، والتي هي كذلك تحت تصرف وكالات سياحية التي تقوم ببيعها كمنتوج سياحي. بالإضافة إلى هذه الأيام الآن عندنا مبادلات سياحية ما بين الولايات، مؤخرا وفد سياحي يفوق 40 شخص جانا من ولاية البويرة، وفد سياحي كذلك ب 45 شخص من ولاية بومرداس، غدا إن شاء الله راح يجينا وفد سياحي من ولاية بجاية ب 45 شخص كذلك، راح نعرفوهم بالمواقع السياحيه والمؤهلات السياحيه للولايه، وراح نقوم لهم بعده وقمنا لهم كذلك بعده مسارات للتعريف بالمؤهلات السياحيه والثقافيه والتاريخيه، وكذلك تعريفهم بالمنتوج الحرفي والثقافي الذي تزخر به الولايه. نعم، فقط فيما يخص هذه التبادلات التي تعرفها ولايه مستغانم، تبادلات سياحيه فيما يخص الفرق الشبانيه التي تزور الولايه، هل هذه التبادلات تدخل ضمن مشروع التوأمه الذي يعني كنتم قد تطرقتم اليه سابقا؟ بالفعل هذا في اطار التوأمه بين الولايات، احنا ولايه مستغانم ابرمنا اتفاقيه التوأمه. نعم. مع ولايات البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، وهي كبادرة أولى، وسنعممها إن شاء الله مع الولايات الأخرى. الهدف كذلك ماشي إلا التعريف بالمؤهلات، ولكن كذلك تعزيز الوحدة الوطنية بين الشباب وتعريف الشباب وتعزيز اللحمة الوطنية بين الشباب اللي راح يروحوا لهذه الولايات وشباب الولايات الأخرى اللي راح يجونا لولايتنا، وبالتالي كل واحد راح يعرف المؤهلات الثقافية والموروث الثقافي لكل ولاية، وتعزيز الوحدة بين شباب ولايتنا إن شاء الله. نعم، وهذا أيضا تشجيعا للسياحة الداخلية. بالفعل، وهذا تشجيعا للسياحة الداخلية، وبالتالي إن شاء الله هذا البرنامج راح يكون طيلة السنة، ولما لا راح تكون توأمة مع ولاية أخرى، ونرتقب كذلك وفودا سياحية راح تأتينا من ولاية أخرى إن شاء الله. طيب، مواصلة لمساعي السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي لتدعيم الاقتصاد الوطني، كان في اجتماع خاص باللجنة المكلفة، اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية، حدثنا عن هذا يعني الاجتماع وماذا سيستفيد قطاع السياحة من ذلك؟ لو نعود شويه للوراء، في هذا الاستوديو منذ 8 اشهر كنت تكلمت على رفع القيود عن المشاريع السياحيه بمنحها رخصا استثنائيه. اليوم بعد ما يقارب 8 اشهر ومؤخرا وتحت اشراف السيد الوالي بكونه رئيس اللجنه الولائيه المكلفه برفع القيود عن المشاريع الاستثماريه، السبع مؤسسات السياحيه التي رفعت عنها القيود ومنحت لها رخص استثنائيه اليوم تم منحها رخص استغلال نهائيه، وبالتالي رفع القيد عنها نهائيا. لم نتوقف عند هذا فقط، تم تصنيف هذه المؤسسات الفندقية إلى تصنيف 3 نجوم، 3 نجوم و4 نجوم، وذلك من أجل الاحترافية في تقديم الخدمات السياحية. هذه المؤسسات التي رفعت عنها القيود رفعت عدد الأسرة إلى 750 سرير، وبالتالي وصلنا إلى 41 مؤسسة فندقية على مستوى الولاية مصنفة إلى 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم ونجمتين، بالإضافة إلى رفع العراقيل عن مخططات التهيئة السياحية التي كانت عالقة على مستوى الأمانة العامة للحكومة. اليوم نتكلم عن منطقة التوسع السياحي كف الأصفر ووريعة وسيدي عبد القادر التي رفعت عنها القيود، وبالتالي الآن راح نوفر ما يقارب 76 هكتار ستكون موجهة للاستثمار السياحي بعد المصادقة النهائية على هذه المخططة. نعم، أكيد هذا سيعزز الحظيرة الفندقية على مستوى ولاية مستغانم، خاصة وأنها متنوعة ومختلفة فيما يخص الأصناف 5 نجوم، 4 نجوم وما غير ذلك. طيب، نتحدث عن الشواطئ التي من المقرر أن يتم فتحها خلال الصائفة المقبلة على مستوى بلديات معينة. خليني نتكلمك أنه لأول مرة على مستوى ولايات الولايات الساحلية
راح نفتحوا هذا الموسم على ولاية مستغانم كم كبير من الشواطئ التي اقترحت الفتح. تم إحصاء 18 شاطئ جديد هذا الموسم. الموسم الفارط كان عندنا 45 شاطئ مسموح للسباحة. هذا الموسم إن شاء الله سيتم فتحه رسميا 14 شاطئ مسموح للسباحة، وبالتالي سنوصل إلى 59 شاطئ مسموح للسباحة. ربما لم يكن القرار فتح هذه الشواطئ قرارا اعتباطيا من طرف السيد الولي، إنما هو قرار مدروس من خلال فك الخناق عن الشواطئ 45 اللي كانت مفتوحة الموسم الفارط، لأنها بدأت تعرف اكتظاظ كبير للمصطافين خلال مواسم الاصطياف، وبالتالي سعينا إلى فتح شواطئ جديدة. 14 شاطئ جديد إن شاء الله قامت اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح وغلق الشواطئ بمعاينة هذه الشواطئ، وتم المصادقة على فتحها إن شاء الله. تم تخصيص كذلك مبالغ مالية معتبرة من صندوق الضمان والتضامن لوزارة الداخلية من أجل تهيئتها. بدينا العملية من الآن بفتح مسالك نحو هذه الشواطئ. سيتم كذلك تخصيص هذه المبالغ من أجل تدعيمها بالإنارة العمومية، حظائر السيارات، مراكز الحماية المدنية، مراكز الأمن والدرك الوطنيين، المرشات والمراحيض، وبالتالي ستكون شواطئ نموذجية تستقطب وتستهوي زوار الولاية إن شاء الله. كذلك خليني أقول لك أن حتى التسميات اليوم تغيرنا تسميات الشواطئ حتى تتماشى مع شروط الجذب السياحي في الولاية. اخترنا تسمية السندباد، الينابيع، النخيل، وهي تسميات تتماشى كما قلت لك مع شروط الجذب السياحي. لا. بالإضافة كذلك إلى التهيئة التي في ولاية مستغانم من إنارة عمومية، تهيئة محاور الدوران، تهيئة المساحات الخضراء، تنظيف المدينة يوميا من طرف، خاصة أنه احنا نحيي من هذا المنبر مؤسسة مستغانم النظيفة التي تقوم عمل كبير من أجل أن تكون المدينة بحلة جميلة. طيب قبل مواصلة النقاش فيما يخص التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف على مستوى ولاية مستغانم، هل يمكن العودة إلى حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2023؟ موسم الاصطياف 2023 الذي نعتبره كان موسما ناجحا بامتياز، من خلال دخول 7 مؤسسات فندقية الاستغلال التي عززنا بها الحظيرة الفندقية. كذلك تم استغلال هياكل أخرى حتى نستقطب كم هائل من الزوار اللي جاوا الولاية، من خلال استغلال الإقامات الجامعية، استغلال مراكز التكوين المهني، استغلال بيوت الشباب، واستغلال الإقامة لدى الساكن التي تستهوي الكثير من العائلات الجزائرية. بلغة الأرقام 15 مليون مصطاف توافدوا على 45 شاطئ مسموح للسباحة. هياكل الإيواء بمختلف أنواعها ما يقارب 300 ألف سائح توافدوا على هذه الهياكل، والتي كانت نسبة امتلائها 100% طيلة الموسم. المواقع السياحية والمسارات اللي تكلمنا عليها سابقا وصل عدد زوارها إلى ما يفوق 2 مليون زائر. كذلك تم فتح مكتب للتوجيه والإعلام على مستوى ميناء مستغانم البحري، تم توزيع ما يقارب 2000 مطوية ودليل سياحي للوافدين من جاليتنا خارج الوطن لتعريفهم بالمؤهلات السياحية للولاية. كذلك تم فتح مكتب لبيع منتوجات التذكارية التي تسخر بها ولاية مستغانم للوافدين من الوافدين الخارج. وكذلك هذا الموسم سيتم فتح هذه المكاتب إن شاء الله حتى نكون في الموعد إن شاء الله مع موسم الاصطياف 2024. نعم، هذه حصيلة مشجعة أكيد تدعو إلى التحضير أكثر خلال الموسم الجاري لإنجاح أيضا موسم الاصطياف لسنة 2024 على مستوى ولاية مستغانم. بالفعل، خليني نقول لك كذلك أنه قطاع السياحة هو قطاع أفقي مرتبط بقطاعات أخرى كقطاع النقل والأشغال العمومية والموارد المائية. سنة 2024 كما قالها السيد الولي هي سنة الخير على ولاية مستغانم، لأنه لما نشوف المبالغ الهامة التي خصصت سواء من ميزانية الولاية أو البرامج القطاعية أو من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية،
هذه المبالغ المالية التي خصصت لإنجاز مشاريع في قطاعات النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والشباب والرياضة ستنعكس إيجابا على قطاع السياحة، وبالتالي كما قلت لك هو قطاع أفقي نجاحه مرهون بنجاح قطاعات أخرى على مستوى الولاية. أكيد في خرجات ميدانية لكم ولكل يعني الفريق العامل على مستوى مديرية السياحة لمعاينة النقائص وتداركها أيضا. بالفعل احنا مديرية السياحة وبمعية إطارات المديرية مفتشي السياحة الآن برنامج من جانفي إلى غاية جوان بدأ لمعاينة الشواطئ والنقائص الموجودة على مستوى الشواطئ من أجل رفع التحفظات. كذلك خرجت ميدانية لمعاينة المؤسسات الفندقية لمدى احترام معايير الأمن والنظافة على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى الخرجات المشتركة ما بين مديرية السياحة والتجارة ومديرية السياحة والصحة والحماية المدنية، بالإضافة إلى المصالح الأمنية، وبالتالي هو عمل مشترك ما بين جميع القطاعات من أجل إنجاح موسم الاصطياف القادم والذي نراهن على أن يكون موسما ناجحا خاصة مع فتح شواطئ جديدة على مستوى الولاية. نعم، قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى الصناعات التقليدية، ماذا بالنسبة لمجال الصناعة التقليدية على مستوى ولاية مستغانم ونشاطاتها؟ الصناعة التقليدية هي نشاط نعتبره أساسيا كصناعة كسياحة، خاصة على مستوى ولاية مستغانم ما يقارب 7000 حرفي مسجل لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف. فضاءات المخصصة الآن الحرفي يحتاج إلى الفضاءات لبيع منتوجه والترويج لمنتوجه. نعم، على ذكر هذه الفضاءات يجري الآن على مستوى ولاية مستغانم التحضير لمعرض أعتقد. بالفعل المعارض طيلة السنة تكون على مستوى خاصة على مستوى حديقة مستغانم، في موسم الاصطياف دائما ما يتم تخصيص كذلك فضاءات على مستوى بلدية مزغران مع الواجهات البحرية، على مستوى غابة بورحمة، عدة حرفيين وصل عدد الحرفيين اللي عرضوا منتوجاتهم خلال الموسم المفارق ما يقارب 60 حرفي، بالإضافة إلى حرفيين يجونا من ولاية الوطن، بالإضافة إلى لما تكون عندنا احتفاليات كاليوم الوطني للسياحة أو اليوم العالمي للسياحة أو حتى اليوم الوطني للحرفي راح تكون كذلك فرصة. نعم، معرض خاص بالفعالية بمعرض للمنتوجات الحرفية، وبالتالي هو متنفس للحرفيين من أجل بيع منتوجاتهم. ما هي المجهودات المبذولة لترقية قطاع الصناعة التقليدية على مستوى ولاية مستغانم سيد زلمات؟ احنا نرتقب ان شاء الله انجاز دار الصناعة التقليدية، خاصة انه الدراسة موجودة والأرضية موجودة، ان شاء الله نروحوا الى نطلبوا من المشروع وزارة المالية انه يعطونا المشروع ان شاء الله ولما لا تجسيده لكي يكون إضافة كبيرة للقطاع، خاصة انه دار الصناعة التقليدية تكون فيها عدة ورشات لإنجاز مشاريع الحرفية لحرفيين ان شاء الله. تضربون إذن موعد للمصطاف الجزائري على يعني لزيارة شواطئ مستغانم وكل ما تحوز عليه ولاية مستغانم من مؤهلات ومقومات سياحية هامة جدا. كل الإمكانيات التي خصصت الآن من طرف الدولة وكل الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تجهيز الشواطئ هي من أجل ذلك المصطفى ومن أجل ذلك السائح الذي سيأتينا خلال الموسم، وسيجد إن شاء الله كل الترحاب من سكان ولاية مستغانم ويجدون كل ما يمكن أن يسر قلوبهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد محمد شريف زرماطي مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية مستغانم على كل التفاصيل، وبالتوفيق لكم فيما يخص التحضيرات لموسم الاصطياف. الشكر موصول لك سيدتي وبارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا. We'll be right back.
ملفنا الموالي سنخصصه للحديث عن جهود الوكالة الوطنية للنفايات والاستراتيجية الموضوعة لإدارة النفايات في الجزائر. للحديث عن هذا الموضوع أسعد اليوم باستضافة مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات السيدة أسماء أمال. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدتي ومساء الخير لكل متابعي برنامجكم. إذن سيدتي دعيني أبدأ معك من هذه النقطة، وما الذي تمثله الوكالة الوطنية للنفايات بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ إذن بالنسبة للوكالة الوطنية للنفايات هي كمؤسسة عمومية لها عدة مهام تأسيسية تنشط في مجال في قطاع تسيير النفايات. الهدف يعني الأساسي من إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات هو تقديم خاصة ما هو دعم تقني كل ما يهم وما يحوم حول تسيير النفايات في الجزائر، ودورها في الاقتصاد الوطني هو كداعم وتعتبر كأداة للوزارة الوصية اللي هي وزارة البيئة في تنفيذ أولا الاستراتيجية الوطنية في مجال تسيير النفايات من جهة، وكذلك من خلال المهمة الأساسية والمهمة وهي تطوير وتعزيز كل النشاطات المختلفة والمتعلقة بنقل جمع وكذلك تتمين ومعالجة النفايات. إذن من خلال مختلف هذه الحلقات الوكالة إما يعني تقدم برامج، تقدم خدمات أو كذلك دراسات من أجل أنها تحسن أولا تسير النفايات من جهة، وكذلك العملية تاع تطوير الاقتصاد الوطني من جانب قطاع النفايات. نعمل على كما قلت لك برامج، كذلك مشاريع وعدة أنشطة الهدف منها كيفية تعزيز مختلف هذه الأنشطة. إن شاء الله راح يكون نقاش خلال يعني الموضوع وين نتطرق بطريقة توضيحية لكل عنصر من هذه العناصر. طيب، هناك إقبال كبير في السنوات الأخيرة على المقاولة البيئية، ما هو عدد المؤسسات الجزائرية ناشطة في مجال تسيير النفايات المنزلية أو المشابهة في آخر حصيلة لكم على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات سيدتي؟ إذا عدد المؤسسات حاليا أننا سجلنا يعني إذا اعتمدنا على الأرقام المستخلصة من السجل التجاري حاليا الجزائر تستوعب ما يفوق 5000 مؤسسة تنشط في هذا المجال. يعني كنا تطرقنا في يعني السنوات يعني خاصة السنة الماضية كنا بدينا رقم آخر ورقم يعني يتعدى هذا الرقم اللي راني أعلنت عليه حاليا. هذا راجع لأن الرموز الخاصة بالسجل التجاري قد تم مراجعتها من خلال يعني من طرف مصالح السجل التجاري. حاليا المتعاملين ولا الناشطين في هذا المجال لم تحصلوا على رموز جديده هي اللي خلت هذا يعني الرقم يتقلص لهذا العدد، لكن فقط الاشاره يجدر الاشاره ان النشاطات المتعلقه بتسيير النفايات ماهيش فقط بالنسبه للنفايات المنزليه والمشابهه لها، وانما كذلك ما ننساوش وما نهملوش يعني مجال تسيير النفايات الخاصه والخاصه الخطيره اللي فيها مختلف النشاطات من نقل معالجه وكذلك جمع. طيب، أكثر من 5000 مؤسسة ناشطة في مجال تسيير النفايات، ماذا عن حصيلة أو كمية النفايات التي تحصيها الوكالة الوطنية للنفايات؟ إذن بالاعتماد على يعني كل المؤشرات والمعطيات اللي نستخرجوها من نظام المعلومات المسير من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، بالنسبة للنفايات المنزلية الجزائر تنتج ما يفوق 12 مليون طن سنويا من النفايات المنزليه والمشابهه لها. فيما يخص باقي انواع النفايات الحاليه نراهي بعض يعني التحقيقات الميدانيه وكذلك الدراسات اللي حتمدنا بالنسبه للنفايات الخاصه والخاصه الخطيره بشتى انواعها، سواء كانت بطاريات، سواء كانت نفايات الكترونيه، نفايات العلاجيه وغيرها من النفايات الخاصه والخاصه الخطيره. طيب، فيما يخص قيمتها التسويقيه وايضا نسبه تثمين النفايات على المستوى الوطني. أكيد بالنسبة يعني للقيمة التسويقية يعني كنا قمنا بعمل على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات ونقدرنا القيمة التسويقية لهذا النفايات خاصة فيما يتعلق النفايات المنزلية والمشابهة لها ما يفوق على 200 مليار دينار سنويا إذا قمنا باسترجاع من جهة النفايات القابلة للتغليف وكذلك معالجة عن طريق التسميد بالنسبة للنفايات العضوية، حيمدنا هذه القيمة التسويقية. لكن ما يخفاش أنه حقيقة هذه الإضافة ولا التمويل المباشر ولا القيمة الربحية المباشرة لإعادة استرجاع وتتمين يعني الفئة الخاصة بالنفايات العضوية، لكن بالمقابل
نقدر ندير بعض التوفير اذا تكلمنا على البلديات مثلا، اذا قمنا باسترجاع النفايات التغليف اللي هي تقدر بحوالي 30% من كميه النفايات المنزليه المنتجه سنويا، اذا لو ما نخلوش هذه الكميات تاع النفايات تتوجه نحو مراكز الردم التقني للنفايات راح نوفر على البلديات، وهذوك الاموال راح تقوم بهم اما انها تعزز عمليه جمع ورفع النفايات ولا تقدر تستغلهم في مجال اخر. كذلك يعني المخلفات اللي تقدمها النفايات الا ما قلناش بالمعالجه تاعها عن طريق التسيير المدمج للنفايات. كذلك كانت دراسة من خلال يعني التقرير الوطني للتنمية المستدامة كان قدم رقم، هو رقم يعني جد يعني كبير، 127 مليار تخسرها الجزائر سنويا إذا ما قمناش بعملية استرجاع وتتمين نفايات بمختلف أنواعها وكذلك مخلفات تاع النفايات. إذا قمنا يعني بعملية تسيير المدمج للنفايات راح كذلك أن نوفر هذه الخسائر اللي تقدر ب 127 مليار، إذا هناك قيمة ربحية تكون ملموسة، هناك يعني قيمة أخرى نقدر نوفروها ونربحوها ونستغلوها في مجالات أخرى، إذا استغلينا هذه النفايات أحسن استغلال واعتبرناها كمادة بديلة للمواد الخام، أحسن يعني نغير النظرة تاعنا على أنها نفاية. طيب سيدة أمال، مؤخرا تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، كيف سيكون مجال تسيير النفايات في الجزائر في ظل هذه المستجدات؟ إذا هذا الشيء بالتأكيد أنه راح يدعم المقاولاتية الخضراء خاصة في قطاع النفايات، وأن يعني يسهل على أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار أنهم يولجوا لهذا السوق الخاص بقطاع النفايات من خلال مختلف هذه الآليات والأدوات والميكانيزم يعني اللي توضعها الدولة الجزائرية من اجل تحفيز انشاء المؤسسات، واللي كان يعني عده مبادرات من قبل سواء من اجل انشاء المؤسسات المتوسطه ولا المصغره عن طريق مختلف الاليات. هناك جاء يعني هذه الوكاله كدعم وكتعزيز لمختلف الانشطه على غرار يعني قطاع النفايات، لنلاحظوا ان الشباب حاملي الافكار حاليا خاصه يعني خريجين الجامعه اللي حاليا راهي الجامعه تخرج لنا مقاول وليس حامل يعني دبلوم ولا صديق شهادة، وإن نلاحظوا أن في جلها ولا في معظمها هي أفكار يعني تصب في مجال تسيير النفايات خاصة التتمين، ولا يعني خاصة كذلك راهو لو ديجيتال اللي راهو صديق سيان سوجي داكشاليتي حاليا، ونلاحظوا الشباب يعني يقترحوا مختلف المنصات الإلكترونية اللي بتساهم بطريقة أو بأخرى من أجل تحسين مجال تسيير النفايات في الجزائر. طيب نعرج الآن إلى نقطة أخرى متعلقة بما قامت به الوكالة الوطنية للنفايات مؤخرا، حيث قدمتم طلب اعتماد لدى الصندوق الأخضر للمناخ، أين تكمن أهمية هذا الطلب الذي تقدمتم به، وما هي أو ما الذي سيتيحه ذلك بالنسبة للمشاريع خاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية في الجزائر؟ إذا قبل ما نجاوبك على السؤال فقط أن نعرج ونعرف يعني المشاهد الكريم أن القطاع النفايات هو من بين القطاعات اللي تساهم في يعني استحداث غازات الاحتباس الحراري. إذا لابد أننا ندير مشاريع ندير برامج اللي من شأنها أنها تحد من هذه التغيرات المناخية في قطاع النفايات. على هذا كذلك كان نزيد يعني كذلك باش ندعم الجواب تاعي أن الجزائر كانت مدت صدق دي زونجاجمون فيما يخص يعني اتفاق معاهدة باريس فيما يخص التغيرات المناخية، بيعني الوسائل المتاحة في الجزائر نقدروا أننا نقلص من غازات الانبعاث الحراري ب 7%، لكن بالإمكانيات والمساعدة تاع يعني الخارجية ممكن أننا نقلص ب 22%. لهذا يعني جات الفكرة الوكالة الوطنية اللي فات أنها تقدم طلب الاعتماد لدى هذا الصندوق، وهذا الصندوق هو اللي يمول كل المشاريع اللي متعلقه بعمليه يعني انها الحد من التغيرات المناخيه سواء كانت التخفيف او صديق لادابتاسيون ولا لاتونياسيون. اذا باش يمكن لاي بلد انها يعني تتحصل على هذه المساهمات الماليه انها تمر عبر وحدات ولا مؤسسات تكون معتمدة لدى هذا الصندوق، وحنا في الجزائر ما عندناش يعني اينونتيتي اللي راهي معتمدة لدى هذا الصندوق الأخضر الخاص يعني بالمناخ. لهذا كنا قدمنا هذا الطلب، والحال يعني الإجراءات راهي في طريقة يعني وضع الملف والطلب راهي في سازيغسي أونكور، رانا يعني وصلنا لمستوى يعني الثاني فيما يخص طلب هذا الاعتماد بما انه يمر بعده مراحل. ان شاء الله راح نوصل للمرحله الاخيره وين تحصل على الاعتماد، يمكننا اننا عن طريق صديق مختلف طلبي الاشخاص ولا المؤسسات اللي يطلبوا دعم مالي ولا فينانسمون بوغ لي بروغرام تاعهم انهم يعني يتواصلوا مع الوكاله الوطنيه للنفايات من اجل تقدم
تقديم يعني الطلب تاعهم لدى صندوق المناخ. طيب سيدتي، هل ترين الآن أن الأطر القانونية والتنظيمية تمنح فرص للشباب وللمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تثمين النفايات من أجل ربما التموقع أكثر؟ إذا يعني مختلف، يعني لاحظنا حاليا تم مراجعة عدة نصوص قانونية من بينها قانون الاستثمار، القانون الجديد للوكالة المتعلقة بالمقاول الذاتي، القانون الخاص بالمقاول الذاتي وغيرها من الأطر القانونية اللي من شأنها أنها تدعم تطوير المقاولاتية الخضراء في مجال خاصة تسيير النفايات. إذا كذلك يعني يخص، ما نقولوش راهو الأطر القانوني راهو كامل، الأطر القانوني هو دائما لازم يكون استحداث، يكون أننا نستجد أطار قانوني من شأنه أنه سيغي الغيبون لو كونتكست تاع يعني بلد ما، ولا من أجل أنه يلبي طلب ما في مجال ما. بالتالي هناك أطر قانونية حاليا تدعم، لكن يعني مازال أطر أخرى من أجل أن لا سيغي أعطيت خذ إكزامبل، مثلا التثمين الطاقوي للنفايات. يعني حاليا ما عندناش عندنا فراغ قانوني بالنسبة للإطار القانوني لينظم مثلا الطاقة الكهربائية المنتجة من النفايات، إن شاء الله راح تكون في خلال يعني السنوات القادمة ولا الشهور القادمة يكون إصدار مثل هذه القوانين من شأنها أنها تدعم ظهور مثل هذه النشاطات. طيب، في حديث الآن حول إدماج القطاع غير الرسمي في إدارة النفايات في الجزائر، ما أهمية هذا المشروع وإلى أي حد أصبح ضروري التفكير في إعداد استراتيجية متعلقة بهذا الموضوع؟ أكيد يعني قطاع النفايات مثله مثل باقي القطاعات فيه الإطار يعني الغير نظامي اللي ينشط الرسمي فيها والغير رسمي، الغير فيه الرسمي وفيه الغير رسمي. يعني مام هذا الغير رسمي ماهوش بصديق كفئة ممكن أننا صديق ما ناخدوهاش بعين الاعتبار، لأنها مام هي راهي تساهم بأنها تمول مختلف يعني الوحدات المتعلقة خاصة برسكلة النفايات ولا باسترجاع النفايات. إذا عملية إدماج مثل هذه الفئة في مجال قطاع النفايات راح تسمعنا أننا ننظم السوق المتعلقة بالنفايات، بما أنه الناشط غير النظامي راه ينشط حاليا مثلا إذا كان طالب فيما يخص مثلا البلاستيك المتعلق بالقارورات البلاستيكية راح يتوجه لجمع مثل هذا النوع تاع البلاستيك، إذا ما كانش طالب في الغد راح يتوجه إلى نوع آخر من النفايات. بالتالي إدماج تاع مثل هذه الفئة راح يسمح لنا أننا ننظم القانون، ننظم السوق المتعلق بالنفايات باش نضمن الديمومة لهذا يعني خاصة الفروع المتعلقة بتثمين النفايات في الجزائر. نعم، طيب ما هي المكانة التي يحتلها القطاع غير الرسمي في هذا المجال وكيف يمكن دمجهم في القطاع الرسمي؟ إذا ما كانش يعني إحصائيات يعني من خلال دراسات، بما أنه ما نقدرش أننا بابا إيدونتيفي مختلف هاد الناشطين في المجال الغير رسمي، دونك ما كانش مؤشرات رسمية يمكن أننا يعني نعبروا عليها، لكن مختلف الوحدات المتعلقة خاصة اللي تنشط في مجال استرجاع أو تثمين النفايات تقول لك أنها تعتمد بشكل كبير على كل ما هو يعني يجي من هذا القطاع الغير نظامي. إذا الإدماج تاعو كما قلت لك راهو شيء يعني لازم يكون إدماج تاعو من أجل أننا نضمن تنظيم السوق المتعلق بشعب تسيير النفايات، بما أنه كي نتحدث على تسيير النفايات وتثمين النفايات نتحدث عليه على أساس شعبة ولا على ماشي على أساس كل النفايات نقدر أننا نسيرها بالطريقة نفسها. مفهوم. سيدة أمال، الوكالة الوطنية للنفايات لديها برنامج تعاون دولي، هل يمكن اليوم تسليط ضوء على هذا البرنامج وأهم المحاور التي تضبط هذا البرنامج؟ أكيد لازم يعني يكون عندنا تعاون دولي في مختلف، يعني إما من أجل تبادل الخبرات، نتحدث أننا كان عندنا تعاون دولي مثلا من حيث يعني الإنشاء ولا إعداد ولا تنظيم أيام دراسية من أجل تبادل الخبرات، كل واحد يعني يتحدث عن التجربة تاعه والاستفادة، كذلك المشاركة تاعه في مختلف الصالونات خاصة الصالونات الدولية وين يجوا يعرضوا، كذلك سيتي دو باغي دوطر، كذلك حنا لعرض التجربة الجزائرية في مجال تسيير النفايات من جهة، كذلك من أجل إنجاز وإعداد عدة مشاريع حاليا يعني نعمل مع صديق دون لوكاد من كوبيراسيون على إعداد دراسة المتعلقة بأنشطة النساء الجزائريات في مجال تسيير النفايات، ما هو دور المرأة، شحال نسبة تاع النساء الجزائريات اللي خاضت هذا المجال اللي كان في وقت مضى هو حكر فقط على العنصر تاع الرجال في الجزائر. هذه من بين بعض الأنشطة يعني اللي تقوم بها الوكالة الوطنية للنفايات فيما يخص عملية الأشغال فيما يخص
لو بروجي دو كوبيراسيون. طيب فيما يخص هذه النقطة أيضا أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي العمليات التوعوية والتحسيسية، يعني في كل مرة تقومون بعمليات تحسيسية متعلقة بأهمية الفرز الانتقائي، ولكن انطلاقا من أنكم يعني في الوكالة الوطنية للنفايات، كيف ترون أهمية الفرز الانتقائي للنفايات؟ إذا حقيقة من خلال عملية تحسيسية تحدثت كثير على الفرز الانتقائي والأهمية تاعه، لكن ما ننساش أنه يعني إذا حبينا نوضع استراتيجية من أجل استرجاع وتتمين النفايات لازم أننا نحترم مختلف الحلقات تاع تسيير النفايات، بداية من إنتاج المنتوج بحد ذاته. يجب أننا نحفز مختلف المنتجين أنهم يوضعوا في السوق خاصة الوطنية منتجات تكون سهلة الاسترجاع وسهلة التثمين، هذا من جهة. كذلك إذا تحدثنا على فرز انتقائي للنفايات هو بحد ذاته هو تنظيم عملية تنظيمية، يجب أن نوفر الحاويات، نوفر مختلف العمليات التحسيسية، يعني نشرح للمستعملين تاع الحاويات كيفاش وشنو نوع النفايات اللي وضعوه، وكذلك نمدوا توضيحات وشروحات لماذا ما نخلطش النفايات باش أن تترسخ في ذهن مستعملي الحاويات يعني السبب اللي خلاه هذا الفرز الانتقائي. كذلك يجب نضمن هناك تواجد للشاحنات اللي بإمكانها أنها ترفع، والشيء المهم كذلك باللي هذوك النفايات بعد الفرز وين تروح أين تذهب، يجب أننا كذلك نحدد لها دي ديبوشي وين المسار تاعها، تتوجه للمصانع، تتوجه للتصدير، تتوجه للتثمين، إلى أين. ما نخليش يعني المواطن يدير الفرز بعد ذلك تجي شاحنات تجمع كلش. إذا لازم نقوم بعملية تنظيمية، لازم بلانيفيكاسيون، وهذا ما يكون خاصة عن طريق المخطط التوجيهي لتسير النفايات على مستوى البلديات. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات، يجب وضع مخططات ماهيش فقط للفرز الانتقائي من أجل التثمين على مستوى المؤسسات خاصة، وإنما كذلك من أجل تنظيم عملية المعالجة تاع النفايات خاصة إذا توفرت النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة. بعد ذلك يعني وباش نوضع مختلف هذه يعني الأنظمة، يجب كذلك وضع آليات من شأنها أنها تمول، بما أن يعني بإمكانية الدولة وحدها ما راحش تكفي أنها تمول مختلف هذه الأنشطة. لهذا حاليا يعني الوكالة تنشط من أجل وضع فرع تتمين النفايات تاع التغليف اللي هو نظام إيكوجم، اللي من شأنه أنه يخفف عدة أعباء خاصة على البلديات اللي تقدر توصل حتى 80% من ما يجمع من أولى من أموال خلال هذا نظام إيكوجمع، باش نعاودوا نصرفوا عليهم في عملية الجمع واسترداد نفايات التغليف، وكذلك الدعم لشبكات الاسترجاع من جهة، وكذلك لشبكات ووحدات تتمين النفايات، ويعني حصة كبيرة تكون منه موجهة لعملية التحسيسية خاصة الموجهة للمواطن. نعم، هل هذا يخلق ثروة من خلال ارتفاع معدل الرسكلة والتثمين في الجزائر الذي حاليا لا يتعدى 9.83%؟ أكيد، بما أنه إحنا يعني المخطط تاع هذا النظام، الخطة العمل تاع هذا النظام العمومي إيكوجم، راح درنا فيها يعني دي زوبجيكتيف شيفري، هذوك لي زوبجيكتيف شيفري هما اللي يدعموا بطريقه او باخرى المعدل تاع تتمين النفايات. وكذلك نتكلم هنا بدانا نتكلم على معدل يعني معدل الاسترداد ومعدل التثمين، بما ان الى توفرت وحدات للتثمين في الجزائر من الاحسن اننا نتمن ونعالج هذه النفايات في الجزائر، الى ما توفرتش الوحدات يعني توجه الى يعني التصدير من اجل المعالجه، كذلك راح يخلق كذلك ثروه. التحفيز مهم جدا، ومن بين هذه التحفيزات اطلاق الوكاله الوطنيه للنفايات للطبعه الاولى لمسابقه افضل انجاز ابداع وابتكار خاص بتصيير النفايات، اليس كذلك سيدتي؟ اكيد سيدتي، بما انه يعني هذه المسابقه راح تخص يعني ولا خصت اربع فئات من يعني الإطلاق تاعها مؤخرا، واني مس حبينا من خلال يعني هذه المسابقة ان يعني نقيس ولا نلتمس مختلف الفاعلين في هذا المجال. دوك خدينا بالنسبة للمجتمع المدني، واش هي احسن جمعية اللي تقوم بعمل تحسيسي ولا اي نشاط متعلق بتسيير النفايات من جهة. كذلك كنا ركزنا على مختلف مراكز الردم التقني للنفايات، بما انه حاليا وللاسف يعني معظم النفايات المنزليه اللي تنتج يتم يعني تصدير البعث تاعها بالنسبه لهذه المراكز. كذلك كنا خصصنا مسابقه لاحسن مركز الردم التقني للنفايات من ناحيه التسيير، من ناحيه التنظيم، من ناحيه الامكانيات، وبكو دو كريتير يعني اللي تم الوضع تاعهم. كذلك كانت جائزه تامس خاصه من اجل تشجيع المؤسسات الناشئه، دوك احسن صاحب فكره ولا احسن صاحب مشروع في مجال تسيير النفايات بخصوص بما يخص ان المؤسسات الناشئه. وهذا بلا ما ننسى كذلك الاسره الاعلاميه،
كذلك وشن هو أحسن يعني عمل بما يخص الصحافة اللي كان تعلق ولا يدا إلى دوني كوفرتور في مجال تسير النفايات دوك أنا يسيالني دو فاغ لكوفرتور يعني نمس مختلف العناصر. الشرائح هي شرائح مستهدفة في هذه المسابقة. مستهدفة في هذه المسابقة أكيد. طيب تحت شعار النفايات مصدر للثروة، متى سينتهي أجل إيداع يعني الأعمال وماذا عن الإعلان عن الفائزين؟ يعني إن شاء الله إحنا الوكالة الوكالة في صدد يعني أنها تحضر لي سادير لو فوروم انترناسيونال فيما يخص إن شاء الله تصير نفايات وإن شاء الله سيعلن عن النتائج خلاله. شكرا جزيلا لك السيدة أسماء أمال مديرة التطوير تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات على كل التفاصيل المقدمة لنا اليوم فيما يخص موضوع الوكالة الوطنية للنفايات والجهود التي تقوم بها. العفو سيدتي، الشكر لنا لي يعني على كرم الاستضافة من جهة، وكذلك راكم سمحتوا لنا أننا يعني نفتح مجال وأننا نتحدث بكثير عن كل ما يحوم حول تسير النفايات خاصة في الجزائر. وبالتوفيق أيضا لكل المشاركين في هذه الطبعة الأولى لمسابقة أفضل إنجاز إبداع وابتكار خاص بتسيير النفايات إن شاء الله. والآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها، فننصت لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
مشاهدينا الكرام مساعدتم مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في المستهل ومواصلة لزيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء أمس من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الاستقبال الذي تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية اللذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين شقيقين. خلال اللقاء ألقى السيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، كما أشاد بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية إبان ثورة التحرير المضفرة. كما أكد السيد الفريق أول أيضا حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، زار اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مركز عمليات القوات الجوية السعودية. بعد الاستقبال بمدخل مركز عمليات القوات الجوية، طاف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمرافق وهياكل هذا المركز، أين تلقى شروحات وافية حول مهامه لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الجوية. بعدها تم تبادل هدايا رمزية ليوقع السيد الفريق أول في الأخير على السجل الذهبي للمركز. في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى محمد حامل. اللقاء شكل فرصة لمناقشة الأهداف الاستراتيجية للمنتدى تحسبا للقمة المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس من السنة الجارية، وبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء بالمنتدى بغية إيجاد الحلول والابتكارات المتعلقة ببحوث الغاز. واستعدادا للقمة أشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبتريكي ووزير الاتصال محمد عرقاب بحضور الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل على مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة الذي من شأنه يسمح بالاطلاع على المستجدات الراهنة في هذا المجال. كما تعتبر هذه البوابة الرقمية ذات خصائص تقنية عالية وسريعة وذات محتوى ديناميكي مزودة بكل المعلومات الخاصة بالتحضيرات لهذه القمة، وكذلك معلومات تقنية وعلمية في مجال الغاز. ويعتبر الموقع وسيلة اتصال بين المنظمين والمشاركين في هذا الاجتماع لاحتوائه أقساما وفقرات مختصرة حول الحدث. هذا وتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة كلمة ترحيبية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد فيها أن الجزائر حريصة على إحاطة هذا الموعد بكافة شروط النجاح، مبرزا أهمية التعاون والتضامن في إطار هذا المنتدى والمحافظة على هذا المورد الثمين، ومؤكدا أن الاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة. رئيس الجمهورية
أكد أن دورة الجزائر تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن خالص التقدير لأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئاسته الموفقة للدورة السابقة وإدارته لمقتضياتها بالنجاعة المطلوبة، ومنوها بجهود الأمين العام للمنتدى وكافة المساهمين في الإعداد لأشغال القمة. ولضمان تغطية إعلامية احترافية انطلقت اليوم بجامعة محمد بوغرا ببومرداس الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين المكلفين بتغطية ندوة منتدى الدول المصدرة للغاز التي أشرف عليها وزير الاتصال محمد العقاب بحضور مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وممثلين عن المكاتب الأجنبية المعنية بتغطية الحدث المزمع انعقاده أواخر الشهر بالجزائر. الدورة سيتطرق خلالها المشاركون إلى العديد من المحاور، بما في ذلك التعريف بمنتدى الدول المصدرة للغاز وعلاقته بالمنظمات الأخرى، وتسليط الضوء على دور الجزائر الريادي كمنتج استراتيجي للغاز ضمن المنتدى. في زيارة تعزز قيم الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، حل الخليفة العام لطريقة التيجانية الشيخ علي بالعربي التيجاني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث استقبلته الجماهير بحفوة بالغة في رسالة تدل على ارتباط موريدي طريقة التيجانية بعاصمة الخلافة بعين ماضي بالجزائر. دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن إلى الاستثمار في حلول طويلة المدى لمنع المزيد من المعاناة وتمهيد طريق للسلام الدائم. وأكد بن جامع أن القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية في هذا المسعى منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الجزائر دقت في مناسبات عديدة ناقوس الخطر بشأن انتشار الصراعات على المستوى الإقليمي. إن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، وتمثل القضية الفلسطينية حجر الزاوية في هذا المسعى. فمنذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، دقت الجزائر في مناسبات عديدة ناقوس الخطر بشأن خطر انتشار الصراعات على المستوى الإقليمي. ومن المؤسف أن الوضع تحول إلى واقع مرير، مما يجبرنا على مضاعفة جهودنا لوقف التصعيد في المنطقة بأكملها. إن سكان هذه المنطقة مثلهم مثل جميع سكان العالم يتطلعون إلى السلام والتنمية والازدهار، وتكمن الخطوة الأولية نحو تحقيق هذا الهدف في وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مركزة عدوانها على منازل وتجمعات النازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. هذا وأطلقت قوة الاحتلال الصهيوني النار صوب قافلة محملة بالمواد الغذائية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كانت متجهة إلى شمال قطاع غزة. يحدث هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوة الاحتلال الصهيوني ارتكبت 13 مجزرة يوم أمس، راح ضحيتها 113 شهيدا وأزيد من 200 جريح. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس الساعة. أهلا
بكم مجددا في برنامج ما بعد المنتصف. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سنقف عند تفاصيل إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين المدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم والبكم بابن مسوس والفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، وأهمية ذلك في تحقيق الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي. لمناقشة هذا المحور ومحاور أخرى أسعد اليوم باستضافة مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بابن مسوس البروفيسور فتحي زقعار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا، وأنا سعيد بوجودي بينكم. شكرا. بروفيسور، المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بابن مسوس هي مكسب للجزائر باعتبارها الأولى عربيا وإفريقيا. دعنا نبدأ من استراتيجية المدرسة في تحقيق الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي على محيطها. نعم، المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم هي تعتبر مكسبا اجتماعيا مهما ومن الإنجازات التي حققت في الجزائر، لأنها مدرسة تتكفل بتكوين أساتذة مختصين ومكونين لتعليم تلاميذ الصم وضعاف السمع في مرحلة التعليم الثانوي، ومن أجل تلبية احتياجات قطاع وزارة التربية الوطنية ولتلبية احتياجات قطاع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. فهذه المدرسة هي مهمة جدا، ولقد حققت أحلام تلاميذ الصم وضعاف السمع، وذلك من خلال تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع اندماجا مدرسيا كليا من الناحية المهنية وكذلك من الناحية الاجتماعية. نعم، تحقيقا أيضا للانفتاح الاقتصادي والاجتماعي تم إبرام اتفاقية بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بابن مسوس وأيضا الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين. ما هي تفاصيل هذه الاتفاقية وما أهميتها بالنسبة للمدرسة؟ المدرسة هي مواطنة فعالة، فهي تتكفل بحل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة السمعية. قمنا أمس بإبرام اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم والكائن مقرها بابن مسوس مع الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين والكائن مقرها بالجزائر العاصمة. وهذا من أجل ماذا؟ من أجل مساعدة الطلبة المتمدرسين في المدرسة، وأن يكون لديهم تكوين ذو جودة عالية خاصة في لغة الإشارة، لأن لغة الإشارة كما قلنا هي طريقة أو وسيلة التخاطب الإشارية بلغة كاملة الملامح والعناصر، وعن طريق لغة الإشارة نستطيع التواصل مع هذا التلميذ الأصم، نستطيع إعطائه الثقة الزائدة، نستطيع تنمية قدراته المعرفية، وكذلك مساعدته لنقل محتوى المادة العلمية من طرف الأستاذ المكون لهذا التلميذ من أجل ترجمتها إلى أرض الواقع. نعم، أفهم من كلامكم بروفيسور أن الاتفاقية تمس مجالين، مجال تعليم لغة الإشارة والمجال الثاني متعلق بالأنشطة العلمية. نعم، في المدرسة يوجد لدينا مركز للتعليم المكثف للغة الإشارة، وهذا المركز يحتاج إلى أساتذة أكفاء ومكونين خاصة في لغة الإشارة. فرأينا وجود أساتذة لديهم إعاقة سمعية، يعني من فئة الصم، ينتمون إلى الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين. هؤلاء الأساتذة الذين لديهم إعاقة سمعية حاليا هم من يكونون الأساتذة العاديين،
وهؤلاء الأساتذة العاديين سيعلمون ويدرسون تلاميذ ضعاف الصم وضعاف السمع في مرحلة التعليم الثانوي، والأساتذة المتكونون في المدرسة ستتخرج الدفعة الأولى إن شاء الله في شهر جويليا 2024، وسيتوزعون على أرض الوطن على مختلف الولايات لتلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية واستدراك ما هو ناقص. في السابق قلنا لا يوجد أساتذة في مرحلة التعليم الثانوي، يوجد أساتذة في الطور الابتدائي والطور المتوسط والطور الثانوي الذي كان هو الذي كان ينقص. المدرسة يعني هو من بين القرارات الاجتماعية التي تم المصادقة عليها في مجلس الوزراء في تاريخ 18 أفريل 2021، وتجسد هذا القرار الاجتماعي من فكرة إلى مشروع، وخرج في الجريدة الرسمية بمرسوم تنفيذي في رقم 21515 المؤرخ في 25 ديسمبر 2021، وبعد ذلك فتحت المدرسة أبوابها انطلاقا من يوم 16 أكتوبر 2022، وحاليا نحن في السنة الثانية. يعني خريجو هذه المدرسة سيتوزعون على الثانويات ليكونوا أساتذة لهذه الفئة؟ نعم، سيتوزعون على مختلف الثانويات لمساعدة هذا التلميذ المعاق سمعيا في الثانوية وتكوينه وتأطيره، نعم، والرفع من نسبة إدماجه أيضا في المجتمع. نعم، وهذا سيساهم في رفع من نسبة إدماجه، لأنه الإدماج عندما الأقسام متوفرة، الثانويات متوفرة، التلاميذ موجودين، الأساتذة موجودين، إذن فقط علينا أن نساعد هذا التلميذ وأن ننقله من مرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية. ما معنى ذلك؟ أنه يتحصل على شهادة البكالوريا مثله مثل الشخص التلميذ العادي، وهنا تحققت العدالة الاجتماعية وفرص التربية والتعليم متاحة للجميع، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو التلاميذ العاديين نفس الشيء. حتى أنه كلمة الدمج، عندما نقول الدمج الاجتماعي، كلمة الدمج هي عبارة عن الاختلاط. وما معنى الاختلاط؟ أنه التلميذ العادي يدرس مع التلميذ الذي من ذوي الهمم، وهذا التلميذ من ذوي الهمم عندما يدرس في الجامعة يتحصل على شهادة في الجامعة، وبعد ذلك يتوجه إلى سوق العمل وينتقل بسلاسة في الوسط المجتمعي الجزائري ويصبح خلاق للثروة. نعم، ويصبح خلاق للثروة، وربما هذا الذي يتكون ويدرس في الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة ربما يعمل في قطاع التعليم العالي، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع السياحة، في مختلف القطاعات، ربما يتحصل حتى هو على وظيفة عليا مثله مثل الأشخاص العاديين. نعم. طيب، هذه الاتفاقية الأخيرة التي تم إبرامها مع المدرسة الوطنية أو المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، تضاف إليها اتفاقيات أخرى تم إبرامها أيضا تحقيقا لهذا الانفتاح الذي نتحدث عليه الآن. نعم، المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم يوجد فيها أساتذة أكاديميين باحثين مختصين في الإعاقة السمعية، في الأورتوفونيا، في السمع، في التعليمية إلى غير ذلك. هؤلاء الأساتذة يمكنهم مرافقة حتى المدارس المتواجدة على مستوى وزارة التضامن الوطني، وخاصة أن وزارة التضامن الوطني يعني لاحظنا وجود مجهودات كثيرة وتكفل نفسي بيداغوجي خاصة بتلاميذ الصم وضعاف السمع في المدارس التابعة لقطاع التضامن الوطني. توجد 46 مدرسة، يعني هناك يعني تكفل يعني جيد ويستحق يعني الشكر من هؤلاء المكونين. بقي علينا نحن مرافقة هذه المدارس، خاصة من حيث إجراء تكوينات متواصلة أو تكوينات مختصة أو حتى التكوين في لغة
الإشارة يكون في المدرسة، ونتمنى أن يكون التكوين في لغة الإشارة تكون المدرسة هي المرجع أو المصدر الموثوق في استلام شهادات، سواء من ناحية مترجمين في لغة الإشارة أو مكونين في لغة الإشارة. نعم، في هذا السياق بالذات وفي هذه النقطة بالذات، لغة الإشارة هي وسيلة اتصال، ما هي عروض التكوين لإعداد أخصائيين في لغة الإشارة، وكيف تواكبون أيضا المستجدات الحاصلة على المستوى الدولي فيما يخص يعني لغة الإشارة؟ على كل حال، لغة الإشارة هي اللغة الأم للأصم، حتى أن هيئة الأمم أقرت لها يوما عالميا والمصادف ل 23 سبتمبر 2017. فلغة الإشارة هي توجد طريقتين لإعطاء المعلومة لهذا التلميذ، سواء الطريقة الشفوية يعني عن طريق الشفتين إلى غير ذلك، أو الطريقة الإشارية. والذي يوصل إلى بر الأمان والذي سيساهم في دمج هذا التلميذ هو استعمال الطريقتين مع بعض، يعني فيه تحديث على مستوى عروض التكوين. نعم، استعمال الطريقة الإشارية وكذلك الطريقة الشفوية. نحن سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حريص جدا على نوعية التكوين، وأنه يكون تكوين ذو جودة عالية، وعلى ضرورة تطوير هذه المدرسة وأن يكون لها بعد عربي وبعد إفريقي. وعلى هذا الأساس حضرنا ماستر للعام المقبل إن شاء الله، وصدق عليه المجلس العلمي، ماستر في لغة الإشارة. ما معنى ذلك؟ معناها إعداد مختصين ومرافقين في لغة الإشارة، يعني خلال الأطوار الثلاثة، يعني بالإضافة إلى تكوين أساتذة مختصين لتعليم تلاميذ الصم والبكم، سنكون كذلك مرافقين لهؤلاء الأساتذة حتى نستطيع ضمان تكفل يعني شامل وكامل لهذا التلميذ. نعم، وهذا تماما مثل ما هو موجود على مستوى قطاع التربية الوطنية فيما يخص الطورين، التعليم الابتدائي والمتوسط. التعليم الابتدائي نعم، والمتوسط. ما معنى ذلك؟ يعني وجود أساتذة مختصين ومكونين لتعليم فئة الصم، ويوجد كذلك مرافقين ومختصين في لغة الإشارة. وهنا ستصبح الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في تعليم لغة الإشارة في مؤسسة أكاديمية، في مؤسسة جامعية اسمها المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم. يعني الطموح كبير وموسع فيما يخص تكوين الأساتذة وتكوين المدرسة ليشمل يعني عدة تخصصات. نعم، حقيقة لدينا 15 تخصصا، نحن نلبي احتياجات قطاع التربية الوطنية التضامن الوطني. لدينا 15 تخصصا أكاديميا، وسنحضر إلى إضافة وتوسعة التكوين في هذه المدرسة بإضافة تخصصات أخرى، مثل التخصصات التي تنتمي إلى قسم العلوم والتكنولوجيا. سنعمل على إضافة تخصص يعني الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، هندسة الطرائق، وكذلك الهندسة الميكانيكية، لأنه هذا لاحظنا أنه هذا التلميذ المعاق سمعيا يستطيع أن يبدع ويستطيع أن يبتكر في هذه التخصصات. كما أننا سنعمل على إضافة تخصص اللغة الألمانية واللغة الإسبانية، وهذا تلبية لاحتياجات قطاع التربية الوطنية، يعني التنسيق مع قطاع التعليم العالي، وزارة التعليم العالي هي اللي هي الوزارة الوصية، وكذلك تنسيق مع قطاع التربية الوطنية لتلبية احتياجاته ومتطلباته في هذا الشأن. نعم، حتى لا يكون فيه فرق بين برامج التعليمية الخاصة بالأطفال العاديين وأطفال يعني ذوي الهمم.
نعم. يعني سيكون فيه التطابق فيما يخص البرامج، فيما يخص حتى اللغات التي ستدخلون على يعني مستوى برامج التكوين على مستوى المدرسة، ليتم بعدها تلقينها للتلاميذ على مستوى يعني تلاميذ ذوي الهمم على مستوى الثانويات. الثانوي يعني عملية يعني سهلة تتطلب فقط صبر، لأنه نريد تغطية جميع المواد وجميع التخصصات الموجودة في الثانوية، وعلى هذا الأساس نعمل على تكوين أساتذة لجميع المواد. نعم، هذا يسد من الفروقات الموجودة بين التلاميذ العاديين وتلاميذ ذوي الهمم. نعم، يسد هذه الفروقات كما قلنا، يعني الفرصة، إعطاء فرصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكونوا نفسهم نفس العاديين، لأنهم لديهم قدرات معرفية هائلة، لديهم ذكاء، لديهم رصيد معرفي، لديهم طموحات، لديهم أحلام. الشيء الذي ينقصهم فقط هو المرافقة والإرشاد والتوجيه، وكذلك التكرار، يعني حتى تدريسهم يتطلب الأستاذ أن يكون صبور وأن يكرر العملية التعليمية والتدريسية، وأن تكون هذا الأستاذ المكون لديه خصائص نفسية اجتماعية تمكنه من إعطاء المادة أو إعطاء المعلومة لهذا التلميذ. نعم، كما قلتم التلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى التكرار، التوجيه والإرشاد. طيب، كيف يمكن تحقيق الدمج الاجتماعي المدرسي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ تحقيق الدمج الاجتماعي والمدرسي والمهني والاقتصادي يتطلب تكثيف وتنسيق الجهود مع مختلف القطاعات. نعم. قطاع التعليم العالي من جهة، نحن نكون أساتذة مكونين لتلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية على مستوى الثانويات، وكذلك قطاع وزارة الصحة من ناحية إعطائهم وسائل أو أدوات السمع وإلى غير ذلك، خاصة في مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك في قطاع التضامن الوطني والتي تضمن التكوين في الطور الابتدائي والطور المتوسط والتقنيات المستعملة في التكوينين الطور الابتدائي والمتوسط. لاحظنا أنه هذه التكوينات تفيد كثيرا في هذا لهذا التلميذ المعاق سمعيا، وكذلك قطاع التربية الوطنية. لا. لأنه حتى التربية قطاع التربية الوطنية تلبي احتياجاته قطاع وزارة التضامن الوطني، لأنه يوجد أساتذة من التضامن الوطني يدرسون في المدارس التابعة لقطاع وزارة التربية الوطنية، وربما في المستقبل تصبح المدرسة تكون لقطاع التربية الوطنية في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية مضمونة. مفهوم. سيدي، الدفعة الأولى ستتخرج شهر جويلية من هذه السنة، هل فيه تحضيرات خاصة بإعداد يعني الترتيبات لتحضير مناقشة التخرج؟ نعم، قمنا يعني بمرافقة الأساتذة المتربصين على مستوى المدرسة، وعملنا لهم أيام تكوينية لكيفية إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، ونسبة التأطير الحمد لله ممتازة، لدينا 46 أستاذ مختص يكونون هؤلاء الأساتذة، وسيتم مناقشة هذه المذكرات إن شاء الله في شهر جوان، وبعد ذلك يتم القيام بحفل التخرج في شهر جويلية 2024.
نعم، من حيث التأطير، تأطير الأساتذة، هل هو يكفي يعني عدد الطلبة المتمدرسين على مستوى المدرسة؟ نعم يكفي الحمد لله. سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفر لنا كل يعني الإمكانيات وكل الوسائل لإنجاح السنة الجامعية، خاصة من حيث الإمكانيات وكذلك من حيث توفير التقنيات وكذلك من حيث توفير وتهيئة مركز التعليم المكثف للغة الإشارة، لأنه كما قلنا أنه هذا الأستاذ المتربص سيستفيد من تكوين في لغة الإشارة لكي يتعامل مع الحالات التي تعاني من إعاقة شديدة أو إعاقة سمعية عميقة. طيب، مدام أن المدرسة هي الأولى عربيا وإفريقيا، أكيد أنكم تتلقون الدعوات يعني على المستوى الدولي لتقديم هذه يعني التجربة فيما يخص تجربة الجزائر في يعني مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم. ما هي الدول التي تتعاونون أو تتبادلون معها الخبرات؟ على كل حال الجزائر رائدة في مجال يعني السمع ومجال يعني الطب ومجال الأورطوفونيا. نعم. ففي الجزائر لدينا مختصين وباحثين أكفاء خاصة يعني في تخصص الأورطوفونيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وكذلك التربية الخاصة. سنقوم إن شاء الله بتوأمة مع جامعات يعني لديها جامعات عالمية لديها سمعة يعني ممتازة. سنحضر لتوأمة مع جامعة في جامعة إيطالية وكذلك مع جامعة ثانية، كذلك ربما نحضر إلى مع توأمة مع جامعة الملك سعود بالسعودية، لأنهم لديهم قسم التربية الخاصة ويدرسون كذلك لغة إشارة. وكذلك سنقوم في قادم إن شاء الله الشهور أو الأسابيع بتوأمة مع جامعة غالوديت لتلاميذ الصم، وهذا إن شاء الله بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعطائهم مشروع هذه التوأمة والموافقة عليها. نعم، سأترك لكم الآن المجال للحديث عن الآفاق المستقبلية بروفيسور زقعر قبل أن نختم هذا النقاش. من بين الآفاق المستقبلية التي نسعى إليها هي توسيع التكوين لكي يشمل تخصصات أخرى، كذلك فتح ماستر تخصص لغة الإشارة، وهذا الماستر يكون مهني، سيقوم يعني هذا فتح هذا الماستر سيفتح الأفاق الكثيرة لإعداد مترجمين في وزارة العدل، مترجمين في وزارة الصحة، مترجمين في وزارة التضامن الوطني، مترجمين حتى في الإعلام والاتصال والراديو والتلفزيون إلى غير ذلك، ومترجمين كذلك في لغة الإشارة في قطاع السياحة، وهذا سيساعد في الدمج وتسهيل العمل في يعني في وخلق الثروة كما قلت. وكذلك نحن بصدد إعداد قاموس أكاديمي لتعليم لغة الإشارة، يعني هناك لجان راهي تعمل، لجان بحث موزعة على مختلف يعني المناطق، لكي يكون هذا القاموس سندا للأستاذ والتلميذ، لأنه في الجزائر لدينا قاموس حواري تواصلي صدر في فيفري 2017، ولكن نريد إنشاء قاموس أكاديمي لتعليم لغة الإشارة. كذلك يوجد مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة إن شاء الله في 2024، لأنه هناك أساتذة متربصين تطبيق القرار الوزاري 1275. نعم، تطبيق القرار 1275،
لأنه لدينا أساتذة متربصين مبدعين ومبتكرين، ونريد من هؤلاء الأساتذة نقل هذه التجربة لفئة الصم لكي يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع للمساهمة في بنائه وتنميته. الآفاق كبيرة وواسعة جدا. بروفيسور فتحي زقعار، لا بأس أن نذكر يعني شروط الالتحاق بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، خاصة ويعني عدد كبير من الطلبة يرغبون في الالتحاق بالمدرسة وتعلم لغة الإشارة. هذه المدرسة هي كما قلنا تعتبر مدرسة عليا للأساتذة. الشروط المطبقة في الالتحاق بها هي نفسها نفس الشروط الموجودة في المدارس الأخرى عن طريق مسابقة وطنية، وقبل المسابقة يتم إيداع ملفات الترشح لهذه المسابقة، وبعد ذلك يتم مطابقة الملفات حسب التخصصات، وبعد ذلك تتم المسابقة عن طريق المقابلة الشفوية والوقوف أمام لجنة مختصة لاختيار الأستاذ الأمثل والأجدر لكي يتولى هذه المهمة النبيلة، وهي مهمة التدريس والتعليم لهذه الفئة، لأن هذه الفئة حقيقة هي جزء منا وإلينا، وتحتاج منا أن نتضامن معها وأن يكون تضامننا تضامنا كبيرا لتخفيف الضغط النفسي الاجتماعي لأوليائهم ثم لهؤلاء التلاميذ، ويكون لهم الحظ في المستقبل إن شاء الله لكي يكونوا يعني لديهم مهام ويشاركون معنا في هذه الحياة ويندمجون اندماجا كليا كما قلنا مهنيا واقتصاديا واجتماعيا. بالتوفيق لكم بروفيسور فتحي زقعار مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم ببني مسوسة الجزائر العاصمة. شكرا جزيلا على حسن الضيافة. شكرا. متواصلون معكم، فاصل ونعود. فرضته الثورة المعلوماتية، أساسه التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت السمة البارزة التي تطبع يومية الأفراد وتلج إلى أبسط تفاصيل حياتهم. فكل ما يحيط بنا أصبح يعتمد على هذه التكنولوجيا التي طورت حلولا رقمية وفتحت المجال واسعا أمام الشباب الذين التقوا هنا في صالون الرقمنة والتكنولوجيا لعرض آخر إبداعاتهم ونشاطاتهم ومهاراتهم. أسرار السيبرانية مع عبد الجليل عباس يأتيكم يوم الأربعاء 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. الأخبار الرياضية مع وليد غريبية بعد فاصل قصير.
شكرا أسماء. مساء الأنوار مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية لما بعد المنتصف. والبداية برفع الأثقال، وفي أولى أيام المنافسة للبطولة الإفريقية لرفع الأثقال الجارية وقائعها بالقاهرة، أحرز المنتخب الوطني 6 ميداليات ذهبية، منها 3 من نصيب الرباع الجزائري أكرم شخشوخ في 3 ميداليات، ليعتدي بذلك أو ليبلغ مجموع الميداليات للنخبة الوطنية 6 ميداليات ذهبية، ويتصدر بذلك الترتيب العام في بداية المنافسة متقدمين على منتخبات تونس، نيجيريا، مدغشقر والبلد المنظم مصر. وفي كرة اليد تحصل الحارس الدولي السابق عبد الله بن مني على شهادة تدريب حراس المرمى EHF2 المقدمة من طرف الاتحادين الدولي والإفريقي للعبة خلال التربص الذي أجراه بالعاصمة المصرية القاهرة على مدار 4 أيام، والذي عرف مشاركة العديد من حراس المرمى السابقين على غرار الحارس المصري حمادة النقيب. وفي تصريح خاص به التلفزيون الجزائري، تحدث العداء الجزائري ياسر التريكي عن تحضيراته تحسبا لخوض غمار الألعاب الأولمبية بباريس الصيف المقبل. نتابع. تغير يعني البرنامج التدريبي تاعي، كنت ندرب عند عز الدين طلحي اللي نحييه ونشكره بزاف على الألقاب وعلى كما يقول لك المجهودات اللي كان بدلها معايا طيلة المسيرة تاعو معايا. الحمد لله حققنا ألقاب لا بأس بها، 5 أولمبيا 5 عالميا، بطل متوسطي 17-43 اللي هو رقم قياسي عربي، نشكره بزاف. الآن انتقلت لمرحلة أخرى اللي راني ندرب مع المدرب الكبير المعروف اللي هو بطل العالم مصطفى عيت عمار. رانا كما يقول لك في الطريق الصحيح بربي إن شاء الله، رانا أفون. التغيير يعني ما اثرش عليا بزاف، ما حسيتش يعني بلي كان ان غران ديفيرونس، باسكو المدرب رحب بيا وكانت يعني مفاهمه بيني وبينه جد طيبه الحمد لله، وان شاء الله ديوم هكا باش نعملوا اكثر ونتقدموا اكثر يعني في التدريب تاعنا ان شاء الله. ما زال لنا 6 أشهر أو 7 أشهر للالعاب الاولمبيه ان شاء الله، اللي هو الهدف رقم 1 باذن الله. رانا نسيو نريقليو لي ديفو تاعنا، وحده كيما نقول لك ايطاب باري ايطاب يعني ب سون بريسيون، وان شاء الله راح يكون الوقت كافي وان شاء الله نريقليوهم كامل وان شاء الله نكونوا في الطوب ان شاء الله. ياسر تريكي تحدث عن ظروف التحضيرات واصفا إياها بالصعبة والتي لا ترقى لتطلعاته بغية تحقيق نتائج إيجابية في الألعاب الأولمبية المقبلة. ظروف جد صعبة، تعطيلات كبيرة يعني طيلة الربع أشهر اللي راني ندرب مع مصطفى عيت عمار، وحنا متواجدون هنا بالجزائر العاصمة بإمكانيات شبه منعدمة كما يقول لك، لأني ندرب هنا في الجزائر العاصمة يعني إمكانيات ناقصة شوية بارابور الهدف اللي راني مسطره أنا والمدرب تاعي. تريكي ياسر محمد طاهر أحسن رياضي في الألعاب الأولمبية طوكيو، أحسن رياضي في بطولة العالم الأخيرة بودابست مركز 5، يعني بطل ألعاب بحر أبيض المتوسط، أفضل رياضي في ألعاب القوى في ألعاب بحر أبيض المتوسط، أفضل رياضي في الألعاب العربية، يعني الحمد لله موفقين من عند ربي. وين نروح نجيب ميداليات؟ وين نروح نطلع العلم من سنة 2012 وأنا في المنتخب الوطني، ومن سنة 2012 وأنا نجيب الميداليات، وما زال أكثر وأكثر. رغم ذلك كاين تعطيلات، ما كانش رياضي جزائري متأهل ألعاب الأولمبية تلقاه في الجزائر حاليا إلا ياسر تريكي لأسباب نجهلوها. نتمنى إن شاء الله من المسؤولين أنهم يسهلونا شوي في التحضيرات، يعني ما بقاش وقت كثير، إن شاء الله يكونوا تسهيلات أكثر باش نلقاو حنا تسهيلات في التحضيرات تاعنا ونكونوا في ظروف أحسن إن شاء الله. إلى آخر أخبار ومستجدات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بكوديفوار، لكن بعد هذا الفصل.
الموعد إذن هو دور النصف النهائي الذي تلعب مبارياته غدا الأربعاء بحول الله بإجراء مبارتين، مباراتي دور النصف النهائي الأولى بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، والثانية بين منتخب البلد المنظم كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية. برنامج البرمبع الذهبي نتابعه في الجدول التالي. إذن برنامج أقول برنامج المربع أو الدور نصف النهائي من كأس، نعم برنامج الحدث كما قلنا هو الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار الذي تلعب مبارياته غدا الأربعاء. البرنامج كاملا نتابعه في الجدول التالي. المباراة الأولى إذن يحتضنها ملعب السلام بمدينة بواكي بداية من الساعة 6 مساء، والتي تجمع منتخبي نيجيريا بجنوب إفريقيا. ورقة عن المباراة من إعداد بلال بناري. في المواجهة 17 بين منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا في كل المنافسات، تدخل النسور الممتازة مباراة نصف نهائي كان كوت ديفوار بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة بينهما، وخاصة بذكريات كان 2000 عندما أسقط رفقاء تيجاني بابانغيدا جنوب إفريقيا من المربع الذهبي للبطولة بثنائية من توقيعه. الموعد يتجدد بينهما على ملعب سلام ببواكي والرهان نهائي أكبر محفل إفريقي كأس الأمم الإفريقية. النسور النيجيرية التي أدت مشوارا مميزا لم تتذوق طعم الخسارة إلى غاية الآن تسعى لمواصلة الطريق نحو النهائي، ولما لا تحقيق النجمة الرابعة في تاريخها. رفقاء أفضل لاعب في القارة السمراء فيكتور أوسيمان كلهم طموح وعزيمة للعودة إلى النهائي بعد آخر تتويج لهم وبأرض البفنة بفنة جنوب إفريقيا سنة 2013. وما على المدرب البرتغالي جوزي بيسيرو سوى تحضير التوليفة اللازمة لكبح جماح الأولاد دفاعيا، ولا خوف على فريقه هجوميا بما أنه يملك لقمان موزيس وأوزيمان. ورغم كل ما سبق تبقى المأمورية غاية في الصعوبة بالنظر إلى قوة هذه النسخة من جنوب إفريقيا المفعمة بالحيوية والنشاط مكنتها من بلوغ المربع الذهبي عن جدارة. بقيادة العجوز المحنك هوغو بروس الذي عرف كيف يستثمر في تشكيلة متجانسة في الأصل بما أن أغلب عناصرها من البعبع سان داونز، رفقاء المتألق ويليامز الذي كان له الدور الرئيس في تأهل فريقه إلى نصف النهائي يريدون المواصلة والعودة للنهائي للمرة الثالثة بعد عامي 96 و98، ولما لا التتويج بلقب ثان. الأرقام تصب في خانة النسور الممتازة، والواقع يقول أن رفقاء بيرسيتاو وإن لم يفوزوا في الوقت الرسمي للمباراة والأشواط الإضافية يثقون في حارسهم ويليامز في حالة وصولهم إلى ضربات الترجيح، وهو ما لا يريده طبعا منتخب نيجيريا. والمباراة الثانية تجمع منتخب البلد المنظم كوت ديفوار بمنتخب الكونغو الديمقراطية بداية من الساعة 9 مساء على ملعب الحسن وترى بأبيجون. قراءة في المباراة مع اسماعيل ميلودي. غريبة هي أوضاع كرة القدم التي يولد فيها أحيانا التألق من رحم الأزمة، هو حال منتخب الكوت ديفوار الذي تمكن من العودة تدريجيا في أدوار كان رغم إقالة مدربه جان لويس غاسيت في الدور الأول، ثم التشاؤم من الخروج المبكر من الكان، لكن الفيلة كان لهم رأي آخر. عودة تدريجية ضمن المنافسة وحسم المباريات في أنفاسها الأخيرة مثل ما كان عليه الحال في الدورين الثمن والربع النهائيين وبجزئيات صغيرة وضعتهم في المربع الذهبي ليزداد اقترابهم أكثر من التتويج بالكأس الثالثة.
الكوديفوار الذي توج العامي 92-900 ثم 2015 بلغ النصف النهائي 10 مرات، وهذه المرة 11 التي يسعى من خلالها تعزيز الأرقام والحصيلة وبلوغ الهدف مستغلا عاملي الأرض والجمهور. الكونغو الديمقراطي الذي يواصل رحلة البحث عن المجد الضائع، وهو الذي بلغ المربع الذهبي 5 مرات وهذه السادسة، كما رفع التاج الإفريقي مرتين العام 68-74-900 يسعى لحصد الثالثة. لكن التفكير الآن هو كيفية تجاوز منتخب البلد المضيف الذي لن يكون الفوز عليه بالأمر الهين، أمر يعلمه جيدا المدرب سيباستيان دي صابير الذي أكد أن لاعبيه سيفعلون كل شيء لتحقيق كل شيء. موقعة إذن ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وستلعب على جزئيات. إلى هنا مشاهدينا نطوي أوراقنا الرياضية لما بعد المنتصف، شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى أسماء. شكرا جزيلا لك وليد غريبية. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج ما بعد المنتصف، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم غدا بحول الله نفس القناة ونفس التوقيت. إلى اللقاء.